مساء الخير مشاهدينا الأعزاء في كل مكان، بنرحب بحضراتكم في حلقة جديدة من المشهد، البرنامج الذي يأتي إليكم بصحبة الزميل نشأت الديهي. كلما جد جديد وكلما حدث حدث يستحق أن نجتمع من أجله مع كوكبة من المفكرين وصناع الرأي في مصر. اللي حصل في الأيام القليلة الماضية كان يستحق منا حلقة خاصة واستثنائية لكي نحلل ولكي نناقش ولكي نبحث عن الدروس فيما جرى. وما جرى في الستة أيام الماضية أو السبعة أيام الماضية زي ما قلت أنا امبارح في برنامجي ربما يذكرني بعنوان لكتاب لكاتب أمريكي اشتراكي اسمه جون ريد، كتبه لما قامت الثورة الشيوعية أو الثورة البلشفية في روسيا. كتب كتاب بعنوان 10 أيام هزت العالم. احنا شهدنا 7 أيام هزت العالم، لا سيما ما حدث بالأمس من إنجاز كبير جدا في تعويم السفينة البنمية الجانحة التي كانت محط إنذار العالم كله. أيضا ما حدث اليوم عندما تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن المشكلة التي أو الأزمة التي تؤرق جميع المصريين، مشكلة أو أزمة سد النهضة، عندما أجاب عن سؤال لزميلي نشأت أديهي حول هذا الموضوع. مساء الخير عمرو، مساء الخير كل السادة الضيوف والمشاهدين. أعتقد أنه زي ما عمرو بيقول أنه الوضع خلال الأيام الماضية ربما بين الرغبة الجامحة لدى العالم في جريان القناة وعودة القناة للملاحة بعدما حبس العالم أنفاس وكان يسير على أطراف أصابعه خلال أيام 6، في اليوم 7 الحمد لله انفك عقدة هذه الباخرة. من هذا المشهد إلى مشهد آخر راسخ في أذهان كل المصريين، وهو متى يتم أيضا تحرير عقدة النهر وضمان واطمئنان المصريين لجريان النهر. ما بين النهر والقناة كان الكثير من الأحاديث، ربما ضيوفنا الليلة يجيبوا على الكثير من الأسئلة. معنا في هذه الجلسة أو هذه الندوة الأستاذ الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري والموارد المائية الأسبق. أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا. سعادة السفير هاني خلاف، مساعد وزير خارجية الأسبق للشؤون العربية. أهلا سعادة السفير، مشرفنا بدورنا. أهلا وسهلا. الأستاذ الدكتور أكرم سليمان، عميد معهد تدريب المواني. دكتور أكرم أهلا بحضرتك. أهلا. الأستاذ الدكتور عبد المنعم سعيد، الكاتب والمفكر وعضو مجلس الشيوخ. مشرفنا دكتور عبد المنعم. الدكتور محمد عز العرب، رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بمركز الأهرام للدراسات. دكتور محمد مشرفنا بنورك. أهلا وسهلا. طيب يعني لو جاز لنا أن نختار الموضوع الأبرز أو الموضوع الافتتاحي للمشهد اليوم دكتور نصر علام، طبعا لابد أن نتطرق إلى إجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم على سؤال لزميلنا نشأت الديهي حول النيل، حول شريان الحياة بالنسبة للمصريين، حول أزمة سد النهضة، التصريح الأقوى من نوعه ربما منذ أن بدأت هذه الأزمة، التصريح الأقوى الذي نستمع إليه من الرئيس السيسي كان تصريحا قويا ومتوازنا في نفس الوقت. كيف استقبلت هذا التصريح مع الوزير؟ الحقيقة كان مفاجئ كمان، ما كانش منتظر على أساس أن الحدث كان حدث قناة السويس وعظمة المصريين في إدارة الأزمة. فالرئيس الحقيقة استكمل هذا الأمر بإعطاء إجابة شافية للمصريين ولغير المصريين. الحقيقة أنا كنت شايف رسالة الرئيس ليست موجهة لدولة بذاتها ولكن موجهة لعالم أجمع، أن ما يحدث تحدي كبير للشعب المصري والحياة المصريين ولأمن المصريين، وإن الدولة لن تسمح بذلك على الإطلاق، وإن الدولة هتشوف إيه إمكانياتها لمنع هذه الأزمة الحقيقة. ونصح هذا الأمر أن مصر قادرة على أنها تحافظ على هذا الأمر وأنها قادرة على الوصول لأماكن مختلفة. ودي أنا أعتقد رسالة لناس كتيرة، أول حاجة تطمن الشعب المصري، تطمن أشقائنا برضو المحبين لمصر، في نفس الوقت بتدي رسالة
على بعض الرسائل السلبيه اللي طالعه ان احنا هنملى لازم الملء الثاني، ان اثيوبيا مش هتقدر احسن تخسر، اثيوبيا مش عارفه ايه، وشويه الحاجات الحقيقه المتداوله حاليا، سواء كان قصدها قصد حل سلمي بشكل او باخر ولكن ليس لصالح مصر، او اجواء غير مناسبه للتفاوض وتحقيق الاهداف المصريه. والرئيس وصل ان نقطه واحده من حصة مصر تنقص غير مقبول. فأنا كنت سعيد جدا بهذا التصريح، والحقيقة أنا كنت حاسس أن 100 مليون مصري أو 105 مليون مصري بيتكلموا مع الرئيس في نفس الوقت وفي نفس المكان. واللي أنا استغربت له جدا بعديها أدوات التواصل الاجتماعي، ما فيش غير خبر واحد، حديث الرئيس. حتى فرحتنا الكبيرة جدا بقناة السويس، واللي أنا بعتبرها الحقيقة عيد لكل مصري، أنها بتبين أن المصري ما يبانش إلا في وقت الزنة. صحيح. بلد العظماء. فاتحلت بشكل يعني كان كبير. كان حديثا منتظرا، والشعب كان متشوق إلى سماع مثل هذه المفردات. خليني أروح لدكتور عبد المنعم سعيد، وإنجاز التعبير نقدر نقول فيه هناك دبلوماسية الخطوط الحمراء. الرئيس قالها في سيدي براني، سيرة الجفرة خط أحمر. النهاردة بتكلم على برضو مياه النيل خط أحمر. الرئيس كان بيحذر وقال أنه لا يهدد، وحذر المجتمع الدولي من مغبة تفجير وتفخيخ المنطقة. تقديرك لما جرى، تأثيره إيه دولي؟ يعني طبعا كلمات رئيس الجمهورية مهمة يعني، وبتقاس الألفاظ بتاعتها بموازين معروفة دولية بدرجات مختلفة. يعني هناك دائما في اللغة الدبلوماسية فرق ما بين ما هو تحذير وما هو تهديد وما هو انذار. ان مصر سوف تحافظ على حقوقها المائية بنقوله ده طول الوقت. الموضوع ده حصل له اعلاء الى مرحلة التحذير بإضافة عدد من الامور. امر المهم فيه كان التحدي، يعني اللي عايز يجرب. ان هو اضاف للموضوع ايضا، ودي رساله للمجتمع الدولي، انه سوف يكون هناك نتائج كبيره على الامن الاقليمي وبالتالي الامن الدولي. فهو رفع درجه الحراره بتاعه ان احنا هنحافظ على حقوقنا المائيه درجتين ثلاثه يلحظوا بشكل واضح من اطراف اخرى، لكن بيظل يفتح الباب. يعني لم يضيف دايما بقى، لو انت بتقول تهديد بتكون مصاحبه بكلمة العقاب. واذا كنت تريد انذار بتقول خلال فترة زمنية كذا، بتعمل ألتيميتم زي ما بيقول. فهنا الفروقات دي بتلاحظ، واضح انه دي درجة مرتفعة من الحديث، لكن فيها ايضا فتح الابواب المفاوضات، ان في مفاوضات سوف تجري. صحيح. قريبا. انه ايضا بيقول المجتمع الدولي المعني بالمنطقة والمعني باثيوبيا والمعني بمصر ومنطقة القرن الافريقي وكل دول، ان احنا يعني لن نترك في هذا الموضوع 10 سنوات اخرى. يعني اعتقد دي الرسالة الحقيقية التي ينتظر انها تبدأ في ان يكون لها اصداء. وانا بدعو دائما الى ان احنا بناخد الموديل الاساسي اللي حصل في ليبيا. اشرت الى لما الرئيس قال خط احمر، سيدي براني. صحيح. سيرت الجفرة، خد بالك سيدي براني كان ساعتها القوات المصرية موجودة. صحيح. ده جزء من مصداقية الكلام. ثم بعد ذلك ازاي بقت نسجت عملية دولية فيها الاتحاد الاوروبي وفيها المغرب وفيها تونس وفيها الجزائر وفيها احنا، وفتح المفاوضات في الغردقة. كل الكلام ده كان يعني زي ما بيقولوا اوركستريتد، يعني زي ما بتتكلم على منسق كله. صحيح. منسق بطريقة وصلتنا الى انه نقدر نقول ان الازمة الليبية اللي كانت في هذا الوقت من العام الماضي على شفا صراع مصري تركي وصراع شرقي غربي داخل ليبيا، انها الان يعني دخلت الى تبريد المشهد. تبريد المشهد. نعم. طيب يعني لو برضو رحت لسعادة السفير هاني خلاف، يعني في الفترة الاخيرة ربما كان يلاحظ ارتفاع سقف، او خلينا نقول ارتفاع نبرة المسؤولين الاثيوبيين، وهم يعني يتحدثون عن انه نحن لا خلاص احنا هنملى الملء الثاني في الوقت المحدد لموسم الامطار اللي هو في شهر يوليو المقبل، دون النظر لاي اعتبارات اخرى.
وتصدير خلينا نقول مظلومية كاذبة وغير حقيقية إلى العالم إنه إحنا يعني من حقنا التنمية والمصريين يقفون أمام هذا الحق. يعني تصور حضرتك إيه الآن للمشهد؟ يعني كيف سيختلف إن كان سيختلف طبعا؟ هل سيتعاطى الإثيوبيون بطريقة مختلفة مع المعطى الجديد؟ أعتقد أستاذ عمرو أن اللي أضيف مؤخرا من لقاءات تمت في القاهرة ومن قبلها في السودان حول ترتيبات الخاصة بهذه الأزمة سيكون له أثر كبير جدا في شرحنا أو في فهمنا لما تحدث به الرئيس النهاردة من ثبات الموقف المصري وتأكيده على أنه لا مساس بنقطة مياه واحدة من نهر النيل كانت لنا فيها حق. أعتقد اللقاءات اللي تمت مع المبعوث الأمريكي والمبعوث الأوروبي وفي نفس الوقت الترتيبات اللي سبقت ذلك في السودان تعني أنه موقفنا بيقوى وبيوصل لنا رسائل أو بتوصل لنا نوايا أو مشروعات عمل يمكن أن تفتح الطريق في مرحلة ما أمام بريك ثرو للتفاوض أو للحل السلمي أو إن إحنا بنقوى بأن معانا أيضا أطراف أخرى بدأت تتفهم حقوقنا المائية وبدأت تتفهم وتتعاطف مع موقفنا. وده طبعا يا سعادة السفير يعني مش مصادفة إنه كل المحادثات الهاتفية اللي جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي في الفترة الأخيرة سواء كانت المحادثة الأخيرة مع ماكرون إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي، مع بوريس جونسون قبلها بكم يوم رئيس وزراء بريطانيا، ايضا تركزت حول هذا الموضوع وكأن احنا بنحاول ان احنا نخاطب الرأي العام الدولي انه يا جماعه المسألة فعلا مش هزار. هو ده التطور الحقيقي اللي انا شايفه ايضا في معالجاتنا للأزمات سواء كانت أزمة ايفر جيفن او أزمة سد النهضة، ان احنا اصبحنا اكثر قدرة على مواجهة العالم بالحقائق، اثنين التعامل بالمنطق العقلاني الكافي لإقناع العالم بما لم يكونوا يقتنعوا به من قبل إذا تمسكنا بشعارات جوفاء أو بعبارات رنانة. طبعا للدكتور محمد عز العرب، وزي ما دكتور عبد المنعم قال إنه المشهد الليبي لا يخفى عن المشهد الحالي وما جرى من تحذيرات واضحة ورسم خطوط حمراء واضحة، ربما نجحنا في تعويم السفينة إيفر جيفن مملوكة الإيفر جرين كان أيضا بيمثل انتصار. الرئيس النهاردة كان بيتكلم في موقف المنتصر بيقول للعالم إحنا فتحنا القناة الملاحة، بيقول للناس الطامعين والطامحين في طرق بديلة إحنا قادرين نطور، كل واحد يعمل اللي عايزه، لن نكبل أحلام الآخرين، لكن في نفس التوقيت إحنا عارفين بنعمل إيه. أعتقد نبرة الرئيس في سرت في ليبيا عن ليبيا، نبرة الرئيس المنتصر في تحرير القناة ربما أعطى زخم لتصريحاته الموجهة لشركائنا في إثيوبيا. كيف تنظر إلى ترتيب البيت من الداخل إنجاز التعبير وصولا إلى هذه التصريحات مش عايز أقول عنيفة ولكنها الدقيقة الحاسمة للسيد الرئيس النهضة؟ يعني مش هنقدر نفصل أي تحركات بالنسبة للدولة في الخارج إلا في ظل سياق وترتيب للبيت من الداخل. يعني مفيش دولة تقدر إن هي تبقى عندها قوة عسكرية يعني القوة الشاملة للدولة بتتضمن مؤشرات مختلفة لهذه القوة، وبالتالي التحرك الخارجي المصري لا يمكن فصله عن الثبات المصري من الداخل، خاصة وأن حينما سئل الرئيس في بداية ولايته الأولى ما هو هدف سيادة الرئيس من خلال هذه الفترة الأولى، كانت إجابته خمس كلمات رأسية: الحفاظ على بقاء الدولة المصرية. هذا إذا كان حال الفترة الولاية الأولى، لكن بعد عامين من الولاية الثانية كان التحول من فكرة البقاء إلى تطوير وتنمية وعنواران
الداخل المصري بشكل كبير، نظرا لان التهديدات الخارجيه مرتبطه بالوضع الداخلي بشكل كبير. يعني اما تيجي تشوف حضرتك كل خطوط الخطوط الاستراتيجيه من الاتجاهات المختلفه سواء من الشرق او من الغرب او من الجنوب فيها مشكلات بدرجه كبيره سواء بالنسبه للجوار او حتى بالنسبه لجوار الجوار. فكان من الطبيعي بالنسبه لازمه زي ليبيا كما تفضل الدكتور عبد المنعم، كانت ليبيا ما بنتكلمش على خطوط حدود بتمتد من 1200 ل 1300 كيلو بقدر ما هي مرتبطه بتداخل مجتمعي مصري ليبي، اصبحت احد مصادر التهديد للامن القومي لدوله اقليميه ما في احد الفترات اصبحت بجوارنا. وبالتالي كان الرساله الاساسيه من جانب سياده الرئيس اللي انعكست في فكره اعلان القاهره في منتصف العام الماضي، تقدر تشوف الوضع كان متأزم منذ عام عامل ازاي، وبدأ على الاقل حتى هذه اللحظة يتجه الى التسكين المؤقت او على الاقل ان الاستدارة المصرية للتعامل مع مختلف الاطراف في ليبيا. هذا اذا كان الوضع يرتبط بالازمة الليبية. لكن في نفس الوقت ما نقدرش ننسى في هذا السياق الحرب اللي بتواجهها مصر على الارهاب في ناحية الحدود الشرقية، ويتوازى معها ايضا التهديد اللي بتشكله اثيوبيا باصرارها في الملء الثاني. لكن اللي عايز اقوله في السياق ده في سؤال حضرتك الربط ما بين الداخل والخارج، ربما الرساله اللي توصل لاثيوبيا من هذه الرساله ان مصر في 2011 غير مصر 2021. مصر لم تعد دوله مستباحه مثلما كان يتصور خلال فتره الارتباك اللي شهدته مؤسسات الدوله المصريه. مصر دلوقتي عمليه انعاش للدوله المصريه بدرجه كبيره، قدرتها على البناء الداخلي، قدرتها للتعامل مع الازمات. وربما الرساله من تجاوز ازمه قناه السويس وتوجيه رساله لاثيوبيا كلمه يعني جمله من ثلاث كلمات: الاصرار على الانتصار. الاصرار على الانتصار، وده فعلا اللي تحقق يمكن الدكتور اكرم امبارح بعد ايام عصيبه عشناها كمصريين وعاشها العالم وعاشها الاقتصاد العالمي ايضا. وطبعا المقصود يعني قضيه تعويم السفينه. هل هذا الحدث الكبير الجلل اللي احنا عشناه وعاشه العالم ليه دروس، ويا ترى ايه هي اهم هذه الدروس؟ الحقيقه طبعا يعني يمكن الدروس المستفاده وتنعكس على الحوار اللي انا سمعته النهارده دلوقتي، يعني هو الحقيقه الثروه الكبيره اللي احنا بنملكها وهي العقول. يعني هي إدارة الأزمة، طبعا الأزمة يعني الحمد لله عادت بخير وقناة عادت لمجراها يعني، والسفن دلوقتي بتتحرك أثناء حتى المؤتمر الصحفي لمقامة الرئيس. ولكن الأزمة كانت أزمة حقيقية كبيرة، إحنا يعني أعتقد حادثة فريدة على مستوى العالم، بنتكلم على مركب يمكن 2 أو 3 على مستوى العالم بالحجم ده، بتتحرك وبتقفل القناة طولها 400 متر بتقفل القناة بالكامل، المؤخرة والمقدمة دخلوا في جوانب القناة، المركب ارتفاعها 52 متر يعني جبل فوق المية، عوامل جوية مش مساعدة. في الحقيقة إدارة الأزمة تمت باستخدام العقول المصرية، وهو هنا الجديد بقى يعني إدارة الأزمة. في الحقيقة الإدارة كانت هادية جدا جدا، كان في خطط بديلة وماشيين خطوة ويعني وتخطيط واضح، خطة واضحة وماشيين خطوة خطوة. حضرتك بتقول إن الإدارة كانت هادية، ودي رغم جداً إنه كان في طبعا أصوات دولية وخبراء كانوا بيتكلموا إنه المسألة ممكن تاخد عدة أسابيع إلى عدة أشهر يعني. ودي حقيقة على فكرة يعني الـ الواقع بيقول إن هذه يعني الأزمة كبيرة تاخد وقت أقل من كده بكتير. عشان كده حقيقة إحنا يجب أن يعني نتفائل ونفرح ونثق في قدراتنا. إحنا النهاردة عملنا اعجاز، المختصين شايفين ان هم ما كانش يتحقق في هذا المده. عشان كده بقول لحضرتك احنا اداره هاديه، دي نقطه مهمه جدا. اداره هاديه. والرئيس النهارده بيتكلم على الاداره الهاديه وبيكلم الفريق بيقول له بيقول يعني الناس انه لم ارد انه اوتره، فكنت عارف انه في ازمه، اداره الازمه محتاجه ان احنا نبقى عندنا صبر شديد جدا في ظل الضغوط الدوليه. بالظبط. ومن هنا يمكن شوف الامور مرتبطه جدا ببعض. قناه سويس مرتبطه بسد النهر لانها برضو نفس الاداره الهاديه. إدارة الأزمة بشكل هادي، إحنا عندنا أدوات. اللي يمكن الدرس المستفاد الأهم إن قناة السويس الحقيقة ممر ملاحي هام وليس له منافس حتى الآن، بدليل واحد فقط. إحنا كان عندنا يوميا السفن اللي في انتظار بتزيد،
لغايه لما وصلنا فوق 400 سفينه، مفيش ولا مركب ولا سفينه قررت تغير اتجاهها، رغم ان كل المؤشرات ان الموضوع هياخد وتر اطول من كده. دلال على تفرد قناه السويس صحيح؟ اولا ثقه في اداره مصر للازمه، ثقه في قدرات مصر، وهنا القدرات العقليه والبشريه والمعدات. احنا استخدمنا الحقيقه كميه معدلات، على فكره الموضوع هندسيا كان بواجه صعوبه. انت عايز تحافظ على المركب ما يحصلش اي يعني خساره، ما يحصلش تسرب للزيت والوقود، تحافظ على سلامه الـ 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 الناس البشر الموجودين جوه المركب، تحافظ على المراكب اللي واقفه وتدي لها الامداد. يعني الدوله كلها هي اتحركت في اداره الازمه بشكل هادي جدا، وحطينا اختيار التوقيت اللي يتم فيه يعني محاوله تحريك السفينه في اعلى مد، بحيث ان انا اساعد العوامل الجويه. العوامل كانت في احد في البدايه ضبط. سبب احنا استخدمناها بقت سبب للنجاح. صحيح. ايضا حطينا يعني احتمال لو ما نجحتش هنعمل ايه الخطوه اللي بعديها اللي هي تقليل الحموله، اللي هي الخطوه تاخد وقت. السيناريو الاصعب. الاصعب في الحقيقه يعني قناه السويس ليس لها بديل. قناه السويس والنقطه المهمه الحقيقه ان الهيئه عندها كوادر، عندها ادارات بتدرس كل الطرق البديله والمنافسه، واحنا الحمد لله التعميق الدروس بقى احنا يعني لو ما كانش القناه الجديده تمت كان الوضع هيصبح اصعب يعني اشد صعوبه. احنا عندنا 420 سفينه او اكتر، يعني خلال ساعات دقيقه كلها عدت نتيجه ان القناه الجديده قللت زمان المرور بتاع سفن من 11 ساعه لثلاث ساعات في التعميق والتحديث مثلا، وده اشار عليه النهارده في فخامه الرئيس. المعدات احنا بنملك معدات قويه سواء كانت قاطرات او للتكريك. قبل ما تروح بس لسؤالك الثاني، انا عايز بس يعني فعلا كلمة حق تقال في تنظيم المؤتمر الصحفي للسيد الرئيس النهاردة. اختيار المكان كان شيء رائع وانت كنت موجود هناك، ويعني اختيار المكان والرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بيتكلم وبيعلن انه الأزمة انتهت وبيحتفل مع العاملين في الهيئة، والسفن مصر. والسفن متعدي وراه الباك جراوند وبتعمل تحية وبتاع، فكان المشهد رائع جدا. تحية لكل من يعني فكر في يعني تنظيم هذا المؤتمر في هذا المكان بالذات. مع الوزير يوم 2 ابريل بيمر 10 سنوات على وضع حجر اساس في سد النهضة، والاثيوبيين في هذا العام لانه 10 سنوات فاحتفالات مهولة جدا حزبية سياسية، وحتى في الآخر حولوها إلى احتفالات دينية داخل إثيوبيا. وشوفنا رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في إثيوبيا وهو بيدغدغ مشاعر المسلمين وبيقول إنه الشرع ما بيقولش هذا الكلام، ودخل كمدخل جديد في المعادلة بتاعة المفاوضات. في نفس التوقيت الجاليات الإثيوبية في الخارج عمليات ضغط شديد جدا، وفي تحركات إثيوبية على مستوى جمعي ربما الخروج من مآزق داخلية وخلافات مع تجري، خلافات بين الأورومو والأمهرة، وكما تعلم حضرتك الخريطة يعني. طيب احنا انا اسف جدا مع الوزير قبل ما نجاوب، الفريق المواب ما مش معانا على التليفون. معالي الفريق مساء الخير. مساء الخير يا فادي، حضرتك يعني كل سنه وحضرتك طيب، والنهارده بنتذكر الفريق مواب ما مش، ويعني النهارده كان صنع يديه كان موجود في قناه السويس، وسيرتك العطره موجوده في قناه السويس، والنهارده كنا في مشهد يعني اقرب الى المشاهد يعني التي لن تخرج من ذاكره الامه. كيف لنا ان قام هذا الفريق المحترف زي ما بيقول الدكتور اكرم سليمان في القناه بتحرير هذه السفينه وتحيه العالم من مصر انه نحن قادرون؟ تعليقك على كل ما جرى في هذه الملحمه البطوليه التي استمرت 6 ايام، وفي اليوم السابع يعني تنفس العالم الصعداء. طبعا الحمد لله، وانا زي ما تحبك فحدث الموقف ده حصل علشان يعني يحسن من اداء قناه السويس. الحاجه الثانيه ان دي سير العالم كله، قناه السويس قادره على التعامل مع الاجيال القادمه من السفن العملاقه. وقناه السويس امنه كل الامان، وفيها قدرات انقاذ على اعلى مستوى. الحادثه دي كانت صعبه جدا انا شادي. المركب شفت، يمكن شفت المركب يعني حجمها عامل ازاي. تمام؟ وفيها 19,000 حاويه. والحموله في 24,000 طن، والغرف بتاعها 51 ادم.
حاجة جبارة يعني. لكن شاء القدر ان هي يتعبى فيها الريح، وده برضه لازم ناخد باله مننا، اللي هي المسطحات الحديدية لما بتكبر قوي كده الريح بيصد فيها، فممكن جدا يأثر على خط سير السفينة. السفينة فعلا لفت ودخلت في البنك بتاع القناة، والبنك ده عبارة عن صخر وطوب وردم، ودخلت بسرعة 12 عقدة جوه. عملية صعبة جدا. طيب احنا هنعمل ايه؟ نستخدم العلم اللي تعلمناه في بلدنا، تمام؟ خرائط المد والجزر بتاعت المنطقة، التيارات البحرية اللي موجودة في منطقة السفينة وتحت السفينة، نوع التربة اللي موجودة فيها السفينة، خطة الإنقاذ تكون ازاي، واحد ستيب 1 ستيب 2 ستيب 3، وبعدين بلان 1 بلان A B و C، يعني خطة واحدة ثلاث خطط. هتشوف بقى قد ايه مصر علمت ولادها، وكله اشتغل بالعلم. درجة انا كنت مع عمرو بيها اديب قبليها يوم الماركت بتاعك، وكان زعلان جدا، قلت له ماركت هتطلع النهارده، قال لي قلت له هتطلع النهارده، لو اتاخرت ممكن هيبقى كتير قوي كمان، ان كل حاجه كانت محسوبه. وفعلا طلعت الساعه 4:30، كنا قايلين 4:30، 4:30 بالظبط طلعت. انا بقول الكلام ده ليه؟ يعني عايز ارسل رساله، خدوا بالكم احنا هنا في مصر بنستخدم الاسلوب العلمي الحديث في اعمال الانقاذ والقطر، علاوه على ان قناه السويس وتجار باسلوب علمي، والمرشدين اكفاء جدا، والمدربين اكفاء جدا، والعمال اكفاء جدا، والموظفين اكفاء جدا، فهي يعني ايقونه في مصر قناه السويس. ووجود سياده الرئيس النهارده في قناه السويس ده رساله، يعني بيقول ان هنا في المكان ده في علم وفي رجوله وفي وطنيه. فاحنا سعداء جدا بوجود سيادته بينا النهارده، ودي رساله حب وتقدير منه للعاملين في قناه السويس، ورساله استخراج المركب من الشحن دي برضه رساله حب وتقدير مننا لمصر وللمصريين وللعالم اجمع. كانت ملحمه الاسبوع اللي فات كلها، وما سمعتش صوت واحد، كله بيشتغل صبح وليل ونهار. هم دول المصريين، هم دول يعني ابناء الفراعنه، هم دول اللي بيحموا مصر ويحموا حدود مصر ويحموا قناه مصر. وقناه كسبت في هذا الموضوع سمعه رائعه. يعني النهارده عدد السفن اللي هيمر في القناه هيزيد في الفتره اللي جايه ان شاء الله، بارتفاع درجه الثقه في المرور في قناه السويس. اللي هو على كده شوف انت رد فعل الدول لما اتقفلت قناه السويس، كله كان بيلف يعني سوريا حوالين نفسه، حس ان هو ايه هيتخنق، ان قناه السويس دي شريان الحياه للتجاره العربيه. الحمد لله ربنا وفق وربنا اكرم، وكانت النيه خالصه لله وللوطن. وبنشكر سياده الرئيس على التهنئه بتاعته، شكر جزيل جدا جدا، وقوم لقناه السويس النهارده ده شرف وتاريخ لقناه السويس. طيب يعني انا بحييك انا من جهتي سياده الفريق. اولا مساء الخير، انا عمرو عبد الحميد. و اهلا بحضرتك. فالنهارده وحضرتك بتتكلم وبنستعيد تصريحاتك لما كنت بتقول انه السفينه هيتم تعويمها بكره، والايام اللي مرت علينا وشفنا تقارير اجنبيه و يعني دول بدات انها تحاول انها يعني تصطاد في الماء العكر زي ما بيقولوا، يتكلموا عن طرق بديلة، يتكلموا عن أنه أمد الأزمة سيطول وستستمر لعدة أسابيع أو عدة أشهر. هذا الكلام كله أنتم كنتم يعني كيف استقبلتموه؟ والله 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 ما هذا الشعر فينا زي ما بقول لحضرتك كده. إحنا عارفين بنعمل إيه وإمتى وفين وإزاي. وأنا بدأت كلامي مع حضرتك ومع حضراتكم إن مصر علمتنا. إحنا اشتغلنا بالعلم اللي اتعلمناه في بلدنا. هقول لحضرتك أكتر من كده. نعم. وطبعًا يعني التفاني في الأداء من جميع العاملين في الحياة. الحمد لله. الحمد لله. سيادة الفريق مهاب مميش مستشار رئيس الجمهورية، ألف شكر ومبروك مرة أخرى
هذه الملحمة التي جرت في قناة السويس. نرجع لسيد وزير. ومن القناة إلى السد. ومن القناة إلى السد والقضية مرتبطة. أعتقد يوم 2 أبريل في احتفالات. كيف لنا أن نتعامل مع هذا المشهد؟ هو في حاجة بالنسبة بس لقناة السويس. لما احنا كنا زمان بنتعين معادين كان في ناس مرتبة الشرف يختاروا منهم الجزء الأول يعينهم معادين. بعد كده الشريحة الثانية هي قناة السويس. يعني دي كان يعني فيها عقول نخبه من العقول. في ده فيها 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 جماعه نعرفهم على اعلى مستوى متعلمين في اعلى جامعات في العالم يعني. فهي قناه السويس دي فخر مصر حقيقه. اولا ذخيره هائله من العقول وبعدين شباب زي الفل وزي الورد. وانا الحقيقه قابلت ناس كتير وفي زمايلي واحبائي هناك شخصيات عظيمه يعني. بالنسبه للاحتفال اثيوبيا وبنسبه تصريحات اثيوبيا ومناسبة الشبكات الإلكترونية الأثيوبية في الخارج, الهدف الأول ليهم هو داخلي لا وخارجي برضو إرساء قاعدة إن الأمر انتهى. لا فرض أمر الواقع. فرض أمر الواقع لا يملككم إلا لا يعني الفرصة اللي قدامكم إن انت تقبل أمر الواقع وما فيش داعي تقع مع أثيوبيا عشان ما يكونش العقاب كبير يعني. هم بيقولوا كده يعني بشكل او باخر بلغه او باخرى يعني. ده الحقيقه اللي هم شغالين بيه بره وشغالين بيه برضو مع حلفائهم وفي دول كتيره بتساندهم. المخطط السود ده قديم وشارك فيه ناس كتير قوي من الخارج من الغرب يعني. فده الحقيقه كانت رساله. الرساله الثانيه في اثيوبيا من الداخل الانتخابات القادمه بيقووا الجبهه الحاكمه بيقولوا اللي احنا ماشيين زي ما احنا عايزين ان احنا مشينا مصر والسودان 10 سنوات من المفاوضات لم يحققوا اي شيء وفي الاخر اللي احنا عايزينه هو اللي صار ومشكله وبس وما وصلناهمش لاي اتفاق ومش هيوصلوا. ده بالنسبه لهم انتصار في رايهم الشخصي بحيث ان يخلي ان الشعب يمشي وراهم على اساس ان مصر والسودان ما خدوش منهم حق ولا باطل. انما كان في مفاجات. الاداره المصريه عملت مفاجات الحقيقه قويه في السنه اللي فاتت دي. اول حاجه التحالف المصري السوداني وده تحالف على حق لمحاوله تحالف اجباري برضو لا للطرفين يعني للطرفين طبعا. بس هم في محاولات دلوقتي لضربه وحاولوا ولغايه دلوقتي مستمر ويمكن برضو الرئيس تصريحاته جت في توقيت مناسب من ناحيه الموضوع ده ان ايه ان تحالف مصلحه ان النهارده السودان اولا السودان في خطر شديد جدا من ناحيه خطر انشائي خطر على حياه الناس انه ممكن يحصل فيه فيضانات عاليه سواء كانت مقصوده او غير مداره اداره جيده يضيع ناس كتير جدا يهد السود السدود بتاعتهم بالكامل بالكامل اللي على النيل الازرق واللي على النيل الابيض المتحكم في كل يعني الميه على حسب الميه تطلع وممكن قوي انه يتفق على كل حاجه وبعد الملء الثاني اي كميه ميه تبوش السدود دي كلها. فالامر الحقيقه انا تيالي باين قدام السودان ان لو ما فيش اتفاق شامل يحدد اثيوبيا هتتصرف ازاي ويلزمها كمان ومشكله وبس وعقوبات وتعويضات. في ناس في السودان الحقيقه برضو حريصه جدا على هذا الامر. تلاقي كلمه تعويضات ما بتجيش على لساننا احنا انما على السودانيين. ليه؟ لانه ممكن الدمار يبقى هائل. احنا عندنا المشكله يبقى نقص ميه ياثر على حياتنا انما بالنسبه للسودان لا دمار. فاصبح النهارده عندهم هو دمار عاجل ودمار مؤجل برضه يا سياده الوزير. بالظبط يا فندم. طويل المدى وقصير المدى. فاصبح النهارده السودان فاهم تماما العمليه مش حكايه ملء تاني. ده العمليه لازم اتفاق قانوني ملزم ويكون كمان مصاحب بعقوبات. عقوبات اللي هي ايه؟ اللي هي تعويضات على اي دمج يحصل لان اي دمج بسد. فالامر ده كان يعني واضح جدا. فاحنا الحقيقه التحالف المصري السوداني ديت كانت الحقيقه خطوه جيده وهو ده حاليا دلوقتي بيحاول يضربوه باي طريقه باي طريقه يعني حتى استغلال دول حتى مش عارف يعني. والكلام الاعلامي احنا السودان خد البيانات اللي انت عايزاها احنا نديك البيانات اللي احنا عايزاها ويطلع بقى بعد كده مسؤول سوداني يقول لك لا ما وعدناش باي بيانات ده كلام اثناء مفاوضات. فهم بيحاولوا ان هم يكسروا الكلام ده وبيحاولوا ان هم يستفردوا بالسودان او يستفردوا بمصر وبعد كده يفرضوا كلمتهم. وزائد المشكله الحدوديه كمان صعبت الامر بشده زائد وقوف مصر مع السودان في هذا الامر
وده وقوف حتى يعني تبع الجامعة الدول العربية تبع الدفاع المشترك يعني. نعم. فالأمر صعب عليهم ولكن هم مستمرين في الدعاية، والدعاية يعني كمان ليست على المستوى السياسي، يعني فيها شخصنة شوية، فيها هجوم على أشخاص، فيها كلام مسيء لمصر وقيادتها. ولكن مصر الحقيقة يعني مستمرة على نهجها الدبلوماسي العالي المخاطبة الدور كلها على أعلى مستوى. حتى كلمة الرئيس النهاردة برغم عمقها الشديد أنها في تخيلي أنا، يعني فيها عمق شديد مش معكوس بشكل كبير، إنما برغم كده كلمة مهذبة موجهة توجيه جيد، مش موجه لدولة معينة، قائد بيدافع عن حقوق بلده حقوق شعبه. فيعني ما تقلقش الحقيقة، لأن الشعب المصري النهاردة رد فعله لخطاب الرئيس يبين إن أنت عندك 65 مليون مواطن، 105 مليون مواطن قاعدين كده. صحيح صحيح. طيب. والرئيس حس بيهم. صحيح صحيح. اسمح لي يا أستاذ دكتور. طيب ناخد. نعم. عايز كنت أسأل معالي الوزير سؤال صغير أوي. اتفضل. هل حضرتك شايف إن الترتيبات اللي مصر بتعملها لتقاسم الأدوار وتحضير المهام مع الأطراف الأفريقية الأخرى المحيطة بالمنطقة كاشفة عن شيء معين أو بتحمل آفاق معينة، ولا دي فقط لمجرد إنها شرح موقفنا احنا فقط؟ لا، هو الحقيقة في تحرك طبعا نشط جدا للخارجية ونسبة سؤال سعادة السفير، ولا لا مش ليس بس على المستوى الأفريقي ولكن على المستوى الأوروبي ومستوى الدولي. أيوة أيوة. أفريقي ناسيا لما تلاقي كونغو رئيس الكونغو جاي لك هنا اللي هو رئيس الاتحاد الأفريقي. أيوة. ولما تلاقي رئيس بوروندي مثلا. هي العملية كلها دي ايه كمان؟ اصل احنا كلنا في امتداد قضية اسمها قضيه أنتيبي، اثيوبيا فشلت فيها فبتحاول تنفذها عن طريق السد. نعم. فكل الردود المصرية حاليا دلوقتي بيرجع ان أنتيبي مش جاية، أنتيبي مش هتتنفذ. فده بيقيد ايادي كثيرة، لان مش اثيوبيا لوحدها، في اطماع كثيرة من دول اخرى هدفا في نقطة المية المصرية يعني. نعم. طيب ناخد فاصل قصير ونرجع نستكمل المشهد عن أهم ما جرى خلال الأيام الماضية في مصر. برحب بحضراتكم من جديد في المشهد، برنامجنا غير الدوري الذي يأتي إليكم كلما جد جديد يستحق في مصر في المشهد المصري وما جرى في الأيام القليلة الماضية كما ذكرنا يستحق وزيادة كمان. خلوني أرحب بضيف عزيز انضم لنا في المشهد النهاردة، الدكتور فخري الفقي الخبير الاقتصادي المعروف ورئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب. أهلا بحضرتك يا دكتور فخري. وطبعا بعيد الترحيب بضيوفنا الأعزاء دكتور محمد نصر الدين علام، دكتور عبد المنعم سعيد، السفير هاني خلاف، دكتور أكرم سليمان، ودكتور محمد عز العرب. أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا. دكتور فخري، طبعا تابعت ما يجري خلال الايام السته الماضيه واليوم السابع تحرير المركب والمؤتمر الصحفي للسيد الرئيس اليوم، واحنا بنتكلم من اعلى نقطه في المشهد جماهيريا كانت تصريحات الرئيس حول سد النهضه، كيف قراتها؟ وحقيقه يعني كلمه السيد الرئيس فتح السيسي كانت شامله وجامعه فيما يتعلق ب يعني اداره ازمه السفينة الجانحة في قناة السويس، ثم يعني تطرق إلى يعني سد النهضة، وإنه ده معناها إنه يعني المساس بأي نقطة، نقطة مياه لمصر تعتبر خط أحمر، فده المفروض إن هي كمان تؤخذ ب يعني بجدية شديدة. بالإضافة إلى أنه أشار إلى أن المفاوضات بين مصر والسودان وأثيوبيا هي المعركة، وأنه المجتمع الدولي مع الحق والقانون وأيضا مع القوانين الدولية. فأعتقد أنه الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما يتحدث بعقلانية شديدة. سامحني، المجتمع الدولي مع الحق ومع القانون،
انا العباره دي بين قوسين مش عجباني. انا بشكل شخصي شايف ان المجتمع الدولي لا يحترم الحق ولا القانون في حاجات كتير جدا، وانما يحترم القوة وتفاعلات اخرى ومصالح ربما. طبعا هو عندما يتحدث يتحدث من منطلق قوة، ان انت لديك يعني مؤسسة عسكرية عريقة وجيش قوي في هذه الحالة، وانه انت يعني الجيش المصري يعني تصنيفه وترتيبه يعني في المقدمة، والكل يعلم هذا يعني. عندما يتحدث يتحدث من منطلق يعني قوة مصر، وقوة مصر اللي هو المؤسسة العسكرية والاقتصاد بتاعك كمان، اقتصادك يعني قدرت ان انت تعزز صلابة الاقتصاد المصري، وانه اصبح اكثر مرونة، فبالتالي يستطيع ان هو يعني يواجه الازمات التي يتعرض لها. يكفي الإشارة إلى أنه يعني اقتصادك بعد برنامج إصلاح اقتصادي قوي قدر أنه هو يزيد صلابة اقتصادك، بدرجة أنك في جائحة فيروس كورونا يعني الاقتصادات يعني عديد من الاقتصادات المشابهة لمصر تراجعت، وأن معدلات النمو فيها بالسالب. أنت تباطأت في معدلات النمو نتيجة جائحة فيروس كورونا، ولكن بثلاثة يعني بدل ما كنت بتستهدف 5.9% يعني تقريبا 6%، اقتصادك يعني تباطأ يعني ده شيء طبيعي في ظل فيروس كورونا إلى 3.6% في السنة المالية اللي انتهت في يونيو اللي فات. متوقعين السنة دي انه يكون في حدود 3%. طبعا ده كله لان احنا في السنة اللي فاتت كان ربعها كورونا، صحيح اللي هي مظبوط يا فندم، صحيح، لكن السنه دي كلها كورونا اللي هي 2021. وبالتالي في هذه الحاله عندما تحقق معدل نمو ايجابي 3%، كل ده بيشير الى انك اقتصادك قوي، قواتك المسلحه قويه، انت كمان يعني في اتزان في السياسه الخارجيه المصريه، ما فيش استعداء لي يعني ما نسميها بالدول المجاورة. وضعك النهاردة بالنسبة للوضع في ليبيا أفضل مما كنا عليه، صحيح. الوضع في السودان أفضل مما كان سابقا، صحيح. وبالتالي في هذه الحالة يعني أنت مع المجتمع الدولي، طبعا هنا المجتمع الدولي يريد أن يتفهم، والمصالح هي التي تحكم. أنا أفتكر يعني أتذكر لما كنت في مساعد مدير تنفيذي في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، كنت بشوف ال 24 مدير تنفيذي اللي بيمثلوا 190 دولة اللي بيهيمن على صنع القرار في مجلس الإدارة، اللي هم ال 24 مدير تنفيذي هم الخمسة الكبار اللي هو أمريكا وإنجلترا وفرنسا وألمانيا واليابان، فده حقيقة معروفة. بس بنرجع مرة تانية بنقول إنه لما مصر كانت بتتقدم بيعني طلب الحصول على تمويل لبرنامج إصلاح اقتصادي، كنا يعني عارفين هذه المسائل، وإنه في هذه الحال مصالح التي تحكم. وأعتقد أن احنا استطعنا أن نحصل على الدعم، دعم كثير من المؤسسات المالية الدولية، سواء كان صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي أو البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أو كان البنك الأفريقي للتنمية، كل المؤسسات في هذه الحالة برضو بتهيمن عليها المصالح في هذه الحالة. فإدارة الملف، أي ملف بالنسبة لمصر اقتصادي أو فيما يتعلق يعني المياه في هذه الحالة، تدار بحرفية شديدة وبشكل يحقق مصالح مصر، نعم، والدول اللي هي المجاورة ذات المصالح مع مصر في هذه الحالة. طيب، وإحنا بنتكلم عن المجتمع الدولي ومواقف الدول النهاردة، يعني الكل فسر الرسائل القوية التي أرسلها الرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة إلى أنها لم ترسل فقط إلى الطرف الأثيوبي، ولكن أرسلت إلى كل الأطراف المعنية بالاستقرار في هذه المنطقة. قبل ما أروح للدكتور عبد المنعم سعيد، خلونا نتذكر تصريح شهير للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قالوا في أكتوبر 24 أكتوبر أعتقد 24 أكتوبر 2020 حوالين سد النهضة. نتذكر كيف كان موقف البيت الأبيض في ذلك الحين.
للأسف إثيوبيا خرجت من الاتفاق وما كان يجب عليهم ذلك كان خطأ كبيرا. نحن أوقفنا الدفع لهم في كثير من المساعدات لأنهم فعلوا ذلك ولن يروا هذه الأموال ما لم يلتزموا بالاتفاق، لأنني وضعت اتفاقا ثم خرجوا من الاتفاق، لا يمكنهم عمل ذلك. الاتفاق اكتمل وهناك موقف خطير جدا لأن مصر لن تكون قادرة على العيش بهذه الطريقة، وسينتهي بهم الأمر بأن ينسفوا السد. قلتها وسأقولها علانية وبوضوح، سينسفون ذلك السد وعليهم أن يفعلوا شيئا. لذا وأيا كان ما تفعله من أجل مجيئهم عليهم أن يفعلوا ذلك. أوقفنا كل الدفع وغيره إلى إثيوبيا، كنا جميعا جالسين لتوقيع اتفاق، جرى التفاوض لخمس سنوات وأكثر من ذلك ولم يتمكنوا من عقد اتفاق، وأنا أنجزت الاتفاق وكانوا يستعدون للتوقيع، لكنهم خرجوا من الاتفاق وهو ليس جيدا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أكتوبر 2020 ده يعني كان تصريح يعني مهم وخطير، واستخدم فيه مصطلحات زي مثلا ضرب السد، يعني كنا أول مرة نسمع هذا المصطلح من يعني رئيس دولة عظمى زي الولايات المتحدة الأمريكية. النهاردة الرئيس عبد الفتاح السيسي بيكرر أو بيتحدث بطريقة مغايرة عن الحديث في السنوات الماضية، يعني هناك رغبة في أن يصل الشعور بالخطر، الشعور المصري بالخطر وبالقلق الشديد من نقص حصة مصر في المياه إلى الجميع بما فيها يعني المجتمع الدولي. كيف يعني هل ترى ربط بين الأمرين أو بين التصريحين دكتور عبد المنعم؟ لا يعني هو طبعا تصريح اللي قاله ترامب مفيد، إنما أنا عايز إن إحنا لا ننسى أبدا المعادلة الرئيسية للعمل السياسي والدبلوماسي المصري. المعادلة الرئيسية هي في الحقيقة الحفاظ على أثيوبيا والحفاظ على حقوق مصر المائية. وكلام الرئيس النهاردة إنه العداء لما بيحصل عند مرحلة معينة الشعوب ما بتنساش، ولن يكون في مصلحة مصر وكثير من المناطق إن دولة مثل أثيوبيا تتفكك. يعني هو المظاهرات اللي احنا بنشوفها دي موجودة من نخبة حزبية سياسية حوالين أبيها، وعندها مشروع معين بالنسبة لأثيوبيا أن تخلق منها دولة قومية مثل دول قومية أخرى. الحقيقة على الأرض مش كده، الحقيقة على الأرض إن الأمهارة هم اللي عملوا أثيوبيا كقومية خاصة وكانوا هم المكونين للجيش الأثيوبي، ثم بعد كده من 74 التجري، والآن هو يحاول وهو جاي من الأمور وكذا. وطبعا هم عارفين في الأوجادين جماعة أخرى غير جماعات صغيرة، يعني قريب جدا ابتدى يعترف أنه حصلت مذابح في التجري، أنه هو دعا قوة أجنبية اللي هي إريتريا علشان تساعده في هذه الأعمال يعني الكبيرة اللي فيها كثير من المذابح وفيها كثير من الاغتصاب وكثير من الجرائم الكبيرة. ما نراه هو ليس مظهر قوة في 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 أثيوبيا، لكنها تحاول من قضية السد أن تخلق منها قضية قومية لجميع القوميات. بينما برضو ما نرجع للجغرافيا الأثيوبية، هو في مناطق كتيرة من أثيوبيا مكتفية مائيا ولا تأخذ من ماء النيل، وإنما تأخذ من 1.6 بليون كيوبيك متر بينزلوا على 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 أثيوبيا. إنما فهنا التعامل المصري عامل زي ما يكون بنتكلم على عملية جراحية في المخ، يعني بمعنى إنك أنت لو ملي زيادة الناحية دي ممكن تعمل دامج معين. هنا انت بتبني ارصده زي ما سياده الوزير اتكلم عن السودان، بتعمل ارصده مع المجتمع الدولي، صبرك رصيد، لكن في نفس الوقت بتبقى في القضايا اللي هي لها علاقه بموضوع المياه بتاعتنا حازم، بتبقى عامل زي الموس، بتبقى لين في الشكل لكن صلب جدا في المضمون عندما يأتي للمصالح المصرية المباشرة. لكن أنا بقول لأثيوبيا إحنا مش السبب في الفقر بتاعكم، إحنا مش سبب التركيبة الإثنية اللي أنتوا فيها. إحنا بنعمل، الحكومة المصرية بتعمل مشروعات تنمية في أثيوبيا لغاية هذه اللحظة. إحنا كمان من مصلحتنا جميعا إن إحنا نعمل من وادي النيل
زي اللي موجود في الدانوب، زي اللي موجود في الميكونج، زي اللي موجود في الأمازون، اللي هي المياه الدولية التي تمر بأكثر من دولة ولها طريقة للتنمية وإدارة مصالحها المشتركة. في نفس الوقت هذا الموضوع أثيوبيا بتحاول، أو هنا يعني النخبة الأثيوبية الحالية بتحاول أن هي تدير، يعني لا يمكن لواحد لسه داخل حرب أهلية أنه هو يبتدي بمثل هذا إلا إذا كان الكلام يعني في نوع من الحزبية، في نوع من الأيديولوجية، في محاولة من مشروع أثيوبي لأنه يخلي هذه الدولة دولة قومية مثل دول أخرى. هنا الفعل المصري يفكرنا بيه حاجات تانية، يعني لسه بنتكلم على أنك أنت خرجت السفينة بطريقة المهندسين قاعدين يحسبوا الريح هيوديك هنا ولا المد هنا في لحظات المد والجزء، دي عمليات دقيقة جدا زي يعني عملية المخ اللي قلت عليها، لو صححت هنا ممكن تغلط هنا. صحيح. في ثلاث مرات فشل لجذب السفينة وما تعملش. أنا بقول، ويمكن أنا قلت لك امبارح في الحديث، بأنه السفن تجنح، الأمم العظيمة لا تجنح. صحيح. وبقدر ما كان إنه كلمة عجبتني جدا امبارح الدكتورة منى، يعني في قدر من الضغط، عايز أقول لنفسي الشعب المصري يعني أحيانا بيشعر بالضيق من التصرفات والكلمات الأثيوبية، لكن إحنا أمة كبيرة وعندنا رئيس عظيم، فهنا التعامل الدقيق مع هذا الموضوع بيراعي احيانا امور لا يعني لا تبدو ظاهره. نحن لسنا من مصلحتنا نبقى عندنا امه فوضويه في اثيوبيا، وفعلا من مصلحتنا ان اثيوبيا تنمو. يعني اثيوبيا من افقر دول العالم، انما هي ايضا دوله يعني فيها يعني احن كبيره داخليه، وأبي أحمد وهو يحاول أن يحولها إلى دولة قومية في الحقيقة بيفككها من الداخل. لكن أيضا هنا يعني عايز الموضوع هنا الصبر هو أسد، هو 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 قوة، خاصة أنه هنا اللحظة المناسبة إلى أي شيء آخر، يعني ساعتها يكون لكل حادث حديث. لو أنه في نصيب مصر ناقص قطرة واحدة. صحيح. يعني كل حاجة بقى هنا لها الاستخدام بتاعها، وأعتقد أن الأوان أن احنا في مصر نتعامل مع القضايا السياسية كما المهندسين تعاملوا مع القضايا البحرية بنفس الدقة، بنفس الدقة. لأنه هكذا تكون الأمور، يعني في أمور ساعات عرفتها البشرية يعني قاطعة، يعني نابليون يطلع عايز ياخد أوروبا فيبقى عندك حرب، اللي مش عارف الحرب العالمية الثانية هتلر كذا، احنا واسرائيل 48 الى كل الفصول دي. لا، ده مسرح مختلف، ده مسرح في مختلف، في عالم مختلف، في لحظة زمنية مختلفة، في موضوع فيه الأولوية في مصر للتنمية وبناء الدولة، لكن لا احد ايضا يريد ان يعرض ذلك على وجه الاطلاق للخطر. الحسابات بتاع دوت بقى ده للرئيس ومعاونيه، وبقدر الامكان واجبنا ان ننقله الى الراي العام، حيث انه القضيه ليست نفس صبر، لان انا بشوف بعض زملائنا بيكتبوا يعني امتى بقى هيبقى في لا يعني في جيلنا احنا، وشهدنا صبر الرئيس السادات. معالي الوزير، انت من جيلي ولا اصغر شويه؟ شباب اكبر يا فندم بحضرتك. معالي الوزير، هنا يعني كان ياما احنا طلعنا في مظاهرات زمان، طبعا واخد بالك، في سنه 71 مظاهرات علشان عايزين الحرب. وكنا ياما الحكايه كان العالم كله بيتكلم عن الحب وبتاع، كانت مظاهرات الطلبه فيها الحكايه دي، انما الحرب جت في الوقت اللي جت فيه فعلا، يعني مع النسيج اللي كان فيه تأييد عالمي، تأييد أفريقي، تأييد عربي، في اللحظة المناسبة، معدل رياضي. لا ينبغي أن ندفع إلى ذلك، نحن عارفين ثمنه عالي، وزي ما قلت الموازنة فيها بس المياه وفيها سلام. زي ما بيقولوا يعني دكتور، يعني إذا أردت السلام فجهز للحرب، يعني مش كده؟ صح. سفير هاني خلاف، انا مش هتكلم على طيب معلش، احنا لازم ناخد قبل ما تروح للسفير هاني لازم ناخد فاصل. طب بس قبل ما نطلع الفاصل هفكر دكتور عبد المنعم بحاجه ونطلع فاصل. ماشي.
انا اخشى ان احنا نضغط 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 زي ما الضغط في 67 قبل 67. يعني انا مش عايز نضغط، عايز متخذ القرار ياخدها بمعدل رياضيه بحسابات المصالح بدقه شديده دون ان يكون للراي العام ضغط، لانه في حسابات اخرى حضرتك تفضلت انه الرئيس بيتابع، مساعديه بيتابعوا، الخبراء بيتابعوا، زي العمليه الجراحيه في المخ. عجبني التعبير جدا انه احنا عايزين نترك المساحه لمتخذ القرار يفكر دون ضغط جماهيري ربما يكون غير محسوب. الرئيس تقديره للشعب المصري النهارده قاله فيما يتعلق بالازمه، قال الناس كانت ساكته وبانت في الفرحه اللي بعد كده، انما كانت كانت بتضبط السفينه، السفينه بتضبط نفسها. لا احنا شعب صبور يعني. ايضا يعني هو طبعا في وسطنا والمثقفين والسياسيين والايديولوجيين الى اخره بيبقى الامور حاميه احيانا بناء على تحليلات بسيطه في رايي. لكن لازم نضع انفسنا في مكان صانع القرار وادراك المعضلات الكبيره. صحيح. وهو يحافظ على حقوق مصر المشروعه يعني. طيب هناخد فاصل ونرجع نكمل مع حضرتك. برحب بحضراتكم من جديد في المشهد. غادرنا الدكتور عبد المنعم سعيد، كل الشكر والتقدير له، ونستكمل مع بقية ضيوفنا الكرام اللي مشرفينا النهاردة في هذا المشهد الجميل. ربما إن الواحد يعني شعر النهاردة كده بنشوة غريبة. لا فعلا والله كان حديث الرئيس حديث المنتصر، وده اعتقد خاصه انه جه بعد امبارح بعد ما نجحنا. ما هو ده كان على خلفيه النجاح. ده صحيح. من ثم احنا بندور على اي حاجه نفرح، لكن الفرح كان يستحق. طيب ازمه سد النهضه هي الازمه الاكبر والاهم اللي بتواجه مصر والمصريين، التحدي الاكبر امام الدوله وامام الشعب. خلينا نستعيد ما قاله السيد الرئيس النهارده حوالين هذه النقطه علشان ارجع لضيوفي من جديد. واحنا بنزرع الامل دلوقتي وبنعلي من حائط الثقه زي ما حضرتك تفضلت، طمنت العالم على تجارته وطمنت مصر على قناتها. ملامح الجمهوريه الجديده للعالم من هذا المكان اعتقد انه هتكون رساله واضحه وجليه. ده الاول. الثاني، طمنت المصريين برضو على قناتهم بكل ثقة. نطمن المصريين على نيلهم برضو في هذه اللحظة من هذا المشهد. آخر نقطة سيادة الرئيس، بقترح إنجاز لي، أنا أقترح إن هيئة قناة السويس تتقدم إحدى المؤسسات المصرية لتنال جائزة نوبل للاقتصاد، لأنها أنقذت تجارة العالم في لحظة فارقة. العالم كله شعر بأهمية قناة السويس. شكرا فندم. شكرا جزيلا. المقترح ده أنا بضم صوتي لصوتكم جميعا، فإن فعلا يعني إذا كنا بنتكلم على هيئة اقتصادية لها تأثير كبير جدا على التجارة العالمية، أتصور إن الحدث اللي تم خلال الست أيام اللي فاتوا أكد إن ممكن الجائزة ديت، لو هم يعني هنبقى سعداء قوي إن هم يدوا جائزة لهذا المرفق العظيم. يعني فيما يخص الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه اللي هو موضوع المية، اللي هو موضوع اللي شغلني وشغلكم كلكم، أنا بس عايز أقول إن موضوع التفاوض ده يعني ده خيارنا اللي احنا بدأنا بيه. وعايز اقول لكم ان يعني هقفز كده على 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 حاجه عمري ما كلمت فيها. العمل العدائي قبيح وليه تاثيرات كبيره جدا تمتد لسنوات طويله، لان الشعوب ما بتنساش ده. فاحنا بس عشان يبقى دايما حتى واحنا كاعلاميين بنتكلم على ان المعركه بتاعتنا معركه تفاوض. وكل يوم الراي العام العالمي، كل يوم الكبار المسؤولين في دول العالم بترى واحنا بنكسب ارض بان احنا جادين في ان احنا نتفاوض بشكل يحقق الكسب للجميع، يعني ما يبقاش في حد يستأثر بحاجه. وكل اللي بنطلبه امر لا يخرج عن القوانين والمعايير الدولية المعمول بها في التعامل مع هذه الموضوعات اللي هي المياه العابرة للحدود. احنا ماشيين في ده، ويمكن خلال الأسابيع القليلة القادمة هيبقى في تحرك يعني إضافي مفاوضات في هذا الموضوع، ونتمنى
ان احنا نصل ل الاتفاق قانوني ملزم بشان ملء وتشغيل السد. احنا ما بنتكلمش كتير، بس انا بقول للناس كلها محدش هيقدر ياخد نقطه ميه من مصر، واللي عايز يجرب يجرب. احنا ما بنهددش حد لو سمحتوا، ما احنا عمرنا ما هددنا، ودايما حوارنا رشيد جدا و يعني صبور جدا، لكن محدش هيقدر ياخد نقطه ميه من مصر، والا هيبقى في حاله من عدم الاستقرار في المنطقه لا يتخيلها احد، لا يتخيلها احد، ومحدش يتصور انه يقدر يبقى بعيد عن قدرتنا. لا، انا عمري ما اتكلمت كده وانا ما هددتش حد. بقول تاني، ميه مصر لا مساس بيها، والمساس بيها خط احمر، وهيبقى رد فعلنا في حاله المساس بيها امر هياثر على استقرار المنطقه بالكامل. أقوى الرسائل التي صدرت عن الرئيس السيسي فيما يتعلق بسد النهضة على الأقل في الفترة الأخيرة. عشان كده عايز أروح يعني في زاوية واحدة. طبعا الرئيس تحدث في عدة زوايا، تحدث عن التفاوض وأنه التفاوض هو خيارنا من ساعة ما بدأت هذه الأزمة. تحدث أيضا عن القدرة المصرية، القدرة المصرية في الدفاع عن حقوق الشعب المصري مهما كلف ذلك من ثمن يعني. لكن الرئيس أيضا أشار سعادة السفير هاني خلاف إلى ما اعتبره تحركا إضافيا خلال الأسابيع المقبلة في المفاوضات أو عبر المفاوضات. بيقول أن هناك تحرك إضافي خلال الأسابيع المقبلة عبر المفاوضات، ونتمنى أن نصل لاتفاق. هل الرئيس بيلمح إلى ربما تحرك دولي لتفعيل المبادرة السودانية والمقترح السوداني فيما يتعلق بالرباعي الدولي الراعي لهذه المفاوضات؟ وزي ما قلت لحضرتك في مداخلتي السابقة، أعتقد أنه الاتصالات اللي بتجري في القاهرة منذ يومين وفي السودان تمهيد جيد لما يفكر فيه الرئيس وما يفكر فيه المسؤولون الدبلوماسيون معاه والساسة حول المخرج الآخر اللي بيفكر فيه. هو لم يكشف عنه، ولكن قد يكون نوعا من الجمع ما بين عمليات التوفيق و والوساطة، يعني إدخال كافة أنواع الوسائل اللي احنا درسناها في العلوم السياسية عن تسوية النزاعات مع بعضها بأقدار ونسب متوازية أو متوازنة، بمعنى أنه قد يكون هناك جهة للتوفيق ما بين المطلبين الإثيوبي والمصري السوداني، وقد يكون مخرج آخر هي الوساطة الدولية التي يقوم بها أطراف خارجيون زي المطلب السوداني اللي طرح، وإن كانت إثيوبيا ما تزال متمسكة بأنه لا وسيط غير الاتحاد الأفريقي فقط. وده مش فاهم أنا يعني مقصد الأثيوبيين من رفض هذا البديل، خوفا من ضغوط أمريكية على النحو اللي سبق لترامب أنه قدمها لهم، ولا لأنهم عارفين موقفهم أضعف من أنه يعني يقف أمام حتى وساطات أوروبية أو وساطات ثالثا إحنا ما جربناش لسه إدخال بعض الأطراف العربية للتأثير على صانع القرار الإثيوبي في مرحلة من المراحل. أنا يعني حاولت أستطلع بعض الأطراف في جامعة الدول العربية عما إذا كان هناك إمكانية لأن تكون بعض الأطراف العربية لها تقل ولها قدر من المقبولية والإقناع والقدرة على الإقناع لدى الحكومة الإثيوبية في مرحلة ما، ولا هي فقط يعني أنا عارف في أطراف عربية كان لها علاقات جيدة تجارية وزراعية واستثمارية مع إثيوبيا، ولكن هل الأطراف دي تستطيع أن تقوم بأدوار مؤثرة سواء كانت بسحب ما تقدمه أو بإنقاص الحجم بتاعه، ولا يكون لها أدوار في نقل رسائل معينة إحنا نتفق معها عليه. يعني المخرج الجديد اللي بيطرحه الرئيس على أنه أو بيسأل عليه الدكتور عمرو، أعتقد أنه محتاج
برين ستورمينج، بمعنى انه كيف نخلق من كافه ادوات التسويه السياسيه مجموعه من المناهج الاقتراب من الحكومه الاثيوبيه، وليس فقط مع الحكومه الاثيوبيه، ايضا مع الاطراف المجتمع الدولي بمعنى في مجلس الامن. وقد يكون ادخال روسيا في مرحله ما امر مهم حتى يمكن يعني تحريك بعض الديناميات العلاقة بينها وبين الأطراف الغربية في مسألة من له القدرة على الدخول في هذه المنطقة في القرن الأفريقي في هذا التوقيت بالذات. سعادة السفير، قبل ما أروح لسيادة الوزير كان في إجابة ناقصة، وقبل ما أروح للدكتور محمد، بس عمرو بفكرك، سألت أنت مرة كنت في موسكو وسألت المتحدثة باسم الخارجية الروسية على دورهم في سد النهضة، كان في إجابة أعتقد لو احنا يعني نطرحها بس. هي يعني قالت انه ماريا زخارفا المتحدثه باسم الخارجيه الروسيه قالت لي انه نحن على اتم استعداد للمساهمه في يعني حل ازمه سد النهضه وتقديم اطروحات جديده. طيب بهذه المناسبه خليني اقول الخبر كده يمكن حصري لينا، انا علمت من مصادري الخاصه انه وزير الخارجيه سيرجي لافروف هيجي مصر يوم 12 ابريل المقبل، وانه موضوع سد النهضه من ضمن المواضيع التي ستكون على جدول. لكن لازم اسالك طب ممكن تعمل لنا حوار معاه عشان دلوقتي كنت عايز اقول الخبر ده في بكره في برنامجي في راي عام. لا برنامج المشهد الاولى طبعا وبعدين تعمل لنا حوار مع سيرجي لافروف لانه مهم جدا نتكلم. كان لازم انا اطرح على حاليكم فكره العامل الروسي. صحيح. ما هو انا برضو قلق، معلش يعني، واحنا بنتكلم بشكل يعني مش سين وجيم، احنا بنتناقش. انا قلق جدا من الموقف الصيني والروسي لانه وقفوا موقف في المجلس الامن لمده 3 مرات يعرض ادانه اثيوبيا فيما يجري في التجري، وكانت الدولتين اللي بيرفضوا الصين وروسيا، ليس نكايه في امريكا ولا غيره، انما لمصالحهم داخل مصالح اثيوبيا. برضه احنا بنتكلم بشكل عملي، فانا برضه تفكيك المعادله دي دكتور محمد تفكيك ازاي؟ يعني شوف، انا شايف الموقف الكاشف النهارده بيدي رسائل طمأنة للداخل بدرجة كبيرة. يعني أولا الخيار الاستراتيجي بالنسبة لمصر من اليوم الأول هو التفاوض، ولا سال التفاوض مستمر في النهج المصري. لكن هناك سؤال رئيسي لابد أن احنا نطرح ونفكر في الإجابة عليه، إيه اللي هيخلي الجانب الأثيوبي وفق النسق العقيدي للنخبة الحاكمة بالنسبة لهم اللي هي مقبلة على انتخابات خلال الأشهر المقبلة، وبتصور أن موضوع الاستمرار في الملء الثاني للسد هو مشروع قومي للأثيوبيين من مختلف القوميات، إيه اللي هيخليها تيجي عند مرحلة معينة وتقول لابد أن أأخذ الموقف والمصالح المصرية بعين الاعتبار؟ شوف، أن يكون هناك لديك سياسة وبديل آخر. أنا أعتقد أن بالنسبة للدولة المصرية هناك أكثر من بديل، وإن اختيار هذا البديل مرهون باعتبارات معينة، مرهون باعتبارات اللحظة، مرهون باعتبارات مرتبطة بالداخل المصري، مرهون بمدى القرب الشديد للحظة الخطر اللي بيمثلها الملء الثاني للسد، لأن في حال حدوثه هتبقى الأوضاع بالغة الصعوبة، المرحلة ما بعدها هتختلف بدرجة كبيرة عن مرحلة ما قبلها. وبالتالي نحن نتحدث عن دولة لديها احتمالات للتعامل مع مختلف الخيارات، دي نقطة. النقطة الثانية ترتبط بالاستقرار في الإقليم، وأنا أعتقد هذه بتنطوي على جانب كبير من الأهمية. يعني حالة التوتر اللي هيبقى في المنطقة لا ينحصر في إضرار لمصالح خاصة بمصر والسودان أو حتى في الداخل الأثيوبي فقط، وإنما سوف تمتد. تحرك بتشوف إن الجغرافيا لم تعد ساكنة، الجغرافيا في الأقاليم المتوترة هي جغرافيا متحركة. هي أقرب، تعرف يا أستاذ نشأت، عاملة زي بيوت خشبية، أي نار بتمتد وبتلتهب تأثيرتها في أحد البقع الجغرافية سوف تلقي بتأثيرتها، شو بقى على مصالح سواء مرتبطة بقوة دولية أو مرتبطة بقوة إقليمية أو بقوة داخلية. وحضرتك بتكلم قفز لذهني عمرو،
انه المنطقة متوترة، ولو حصل نزاع هيأثر في القرن الافريقي في مدخل قناة السويس. احنا قعدنا اسبوع العالم وقف. صح، هي يمكن صح. دي نقطة هي بحبش ليها، احنا عندنا اوراق ضغط كبيرة جدا ممكن نستخدمها. يمكن اللي حصل النهاردة او في الاسبوع اللي فات حضرتك في 5-6 ايام فقط يعني اضطرابات كبيرة جدا في سلاسل الامداد التجارة العالمية، البترول سعره بيزيد. فيمكن الرسالة النهاردة يعني لو الموضوعين مرتبطين ببعض جدا، احنا عندنا ادوات وادوات قوية جدا. قناة السويس مهمة جدا للعالم كله، ومصر النهاردة يعني الحادثة اللي حصلت دي أثبتت إن إحنا يمكن نستغل هذه الأحداث في الضغط بشكل كبير، ونجحنا في هذه الأزمة يعني مؤشر إن إحنا نقدر نستخدم نفس الأسلوب المدروس الهادي في علاج أزمات أخرى. وبالتالي حضرتك سعر البترول مزيد 3% نتيجة مجرد يعني أسبوع، تمام سبوع. ومجرد ما الحركه في القناه ابتدت الاسعار رجعت تاني. يعني الثقه الكبيره اللي بتوليها الخطوط العالميه في قناه السويس وفي مصر. في الحقيقه دي نقطه التركيز الاعلامي الكبير الاسبوع اللي فات. احنا يعني لو كنا عايزين يعني يبقى في حدث نستفيد منه، لن نجد حدث نستفيد منه اكثر من هذا الحدث الحقيقه. يعني فعلا هي مصر كترند. يعني فعلا محنه، يعني محنه، ولكن هي منحه من ربنا سبحانه وتعالى. طب دكتور اكرم، عفوا، يعني الكلام عن خطوط بديله لقناه السويس، انتم كناس يعني متخصصين و يعني حضرتك يعني استاذ هندسه الموانئ وعميد معهد تدريب الموانئ، انتم شايفين هذا الكلام الى اي مدى واقعي؟ يعني مثلا الروس بدأوا يتكلموا اليومين اللي فاتوا عن خط القطب الشمالي، إيران إيران بتتكلم عن خط شمال جنوب، يعني انتوا شايفين ده ازاي؟ تكلم على القطار السريع. وحضرتك النقل العامل الأساسي هو التكلفة. احنا دايما سابقين بان احنا بيبقى عندنا اقل تكلفة للنقل، ودايما الحقيقة في منافسة، وعلى فكرة التنافس ده كويس. يعني التكلفة والزمن، الزمن طبعا طبعا التكلفة طبعا. التنافس على فكرة، وجود تنافس حاجة إيجابية، ما نخافش منها أبدا. بالعكس، وجود طرق منافسة دي بتخلينا دايما مستعدين ودايما إحنا سابقين. وبالتالي الحقيقة يعني هيئة قناة السويس يعني حضرتك أشرت والمعالي الوزير أشار، عندهم كوادر على المستوى الاقتصادي على أعلى مستوى، عندنا سياسات منع تضمن دايما إن إحنا لنا السبق ولنا يعني الفارقين بشكل كبير جدا عن كل هذه الطرق. ما زالت قناة السويس هي يعني الممر الملاحي الآمن، ما زالت هو أقصر طريق. حتى دايما أشار من قليل إحنا التطوير مستمر، ويمكن النهاردة يعني أشار الفريق أسامة إن إحنا هنطور القناة والخطط هتزيد والأبعاد القناة هتزيد بأيادي مصرية بمعدات مصرية. أشار أيضا إلى إن الحقيقة عندنا يعني كم كبير من الأفكار الجديدة اللي تضمن إن إحنا دايما نكون سابقين في هذا المجال. وبالتالي الحقيقة يعني تأثير القناة، أعتقد المنافسة، إحنا بعيد خالص عن المنافسة الحمد لله. النهاردة سيادة الرئيس دكتور أكرم قال يعني حسم الأمر وبدد القلق حينما قال إنه من حق الآخرين إن هم يكون عندهم طموح وواجبنا إن إحنا نطور ونستعد. خليني أرجع لحضرتك بس أروح للمعالي الوزير السؤال المؤجل، ولنا فعلا انا وعمرو اعتقد هنوافقني انه ده من اهم الاجابات اللي احنا منتظرينها. انا لو ما وافقتكش نشأت يعني لو لم اوافقك يعني هيبقى نتائج وخيمه. طيب بالتحديد على هوا مع الكوسي كده. بحيره فيكتوريا البحر المتوسط، والدكتور اكرم يسمع الكلام ده كويس جدا، والخط المزمع للملاحه ليخرج بعض الدول من عزلتها، دول حبيسه، يبقى لها مجرى ملاحي وينقلها تبقى دولية، ونهر النيل يتحول إلى مجرى ملاحي دولي. ده مشروع مصري عرض، أعتقد أنه عايز أعرف نقول للدول زي بروندي ورواندا والدول اللي هتستفيد منه إحنا بنفيدكم، وأقول للشعب الإثيوبي إحنا مش ضدك. وأنا بس في تصليح صغير عايز أوضحه، لأن ده مهم جدا للعالم كله. يعني مصر ما وقفتش أسد صد النهضة، مصر موافقة وماضية وموقعة وبصمة على إعلان المبادئ وعلى إنه يبقى مشروع تنموي إثيوبي، ولم نعترض على الديزاين ولم نعترض على ارتفاع السد بالرغم إنه هو مش مثبت في إعلان المبادئ، ولم نعترض على حجم التخزين،
ولم نعترض ان يكون التخزين من مياه مصريه. ده احسن العالم يفتكر ان احنا واقفين ضد سد، يعني ميه التخزين دي من عندنا من السد العالي. مصر ابدت كل مرونه يتخيلها الناس ولا يتخيلها معظم الناس في مصر. مصر قالت لاثيوبيا لو انت بتقولي ان ممكن اداره الجفاف تلتزمي بسياسه معينه الشعب المصري ما يعطش، لو نقص عندك كهرباء هوصل لك كابل كهرباء من الشبكه الكهربائيه المصريه تديكي فرق الكهرباء اللي هتقل، تضمن ليها 80% واثيوبيا رفضت 85%. فمصر ابدت كل شيء ممكن تخيله، مرونه كامله. والضغوط ما كانتش من امريكا على اثيوبيا، كانت الضغوط من امريكا على مصر. مصر قدمت عشرات البدائل، عشرات البدائل الفنيه، وكانت الضغوط كلها من امريكا ومن علماء البنك الدولي على علماء مصر وجابوا لهم الحلول. فعشان الكلام برضو احنا ساعات بنقول كلام ولا نعيه، مصر ابدت، والكلام ده بشهاده امريكيه وشهاده البنك الدولي. ايه هو البنك الدولي ده؟ اكبر مؤسسه علميه في العالم في المي. صحيح. ابدت مرونه 100% مع اثيوبيا انها تديها اعظم فوائد من السد وبما يضمن الامن المائي للشعب المصري. فارجو ان اكون واضحين تماما، ولم تقبل واثيوبيا رفض ان يكون هناك اتفاق. ليه برضو؟ عشان نوضح تماما، اثيوبيا لم تعقد اتفاق مائي في حياتها. ليه؟ لانها بتؤمن حاجه اسمها الهيمنه المائيه. مع مين؟ مع اقرب جيرانها، مع تركيا، مع كينيا. كينيا والصومال نهر اومو اللي بيروح كينيا بيروح لايه؟ لبحيره اسمها تركانا. ايه بحيره تركانا دي؟ دي اجمل واكبر بحيره صحراويه في العالم. دمرتها تركانا. دمرتها، اتجففت والناس هاجروا عشرات الالاف. ليه؟ عشان تزرع قصب وتولد كهرباء. كم سد؟ ثلاثة وربع هيتعمل. مين الضحيه؟ شعب كينيا. وفي الصومال واليونسكو وقف ومنعوا التمويل المشروع، واثيوبيا سابت ده كله وراحت للصين وخلت تمويل غير قانوني دوليا واقامت هذه السدود. يعني مين اللي عمل السدود دي؟ الشركه الايطاليه اللي هي بتبني السد النهضه. طب مين اللي دمر الزراعه في الصومال؟ اثيوبيا. جوبا وشبيلي. اكبر نهرين بيمدوا الصومال الغلبان الفقير المستعمر من قبل اثيوبيا. والارخيه الصوماليه داخل اثيوبيا. مستعمر مقاطعات الاثيوبيا الصوماليه. جففت النهرين، عشرات القناطر دمرت، الاراضي الصحراويه كلها جفت، السكان كلهم هاجروا. والسد العربي معناها ايه يا فندم؟ معناها ان الدور علينا. وعملوا سد على الارض. فاحنا لما نيجي نقول مرونه، لا، احنا ابدينا كل المرونه. مصر ابدت كل المرونه. النهارده الرئيس قال الكلام ده لان مفيش، هنعمل ايه اكتر من كده؟ الحاجه الوحيده النهارده بيقول لك ايه؟ بيقول لك انا عايز حصه. طب انت عايز حصه ايه؟ يقول لك ما اعرفش، في المستقبل هقول لك. انتوا تمنعوني من السدود، طب انت عايز تبني ايه؟ حسب الخطط بتاعتنا في المستقبل. طب انت عايز موافقه على ايه؟ يقول لك موافقه غير مشروطه. فاذا كنا احنا ما نعرفش ايه اسباب فشل المفاوضات، فشل المفاوضات تعنت وتكبر اثيوبي امام المجتمع الدولي بالكامل. بس حضرتك بتقول انه الامريكان ضغطوا علينا في البدايه، ضغطوا احنا مع البنك الدولي عشان نقدم عشان نقدم. والصين ساعدت، ويعني الصين بتمول حوالي مليار وشويه من البنك، عباره عن ايه؟ من السد، عباره عن الشبكه الكهربائيه بالكامل. ونيع السدود اللي جوه تمويل صيني برضو. الصين بتقدم برضو مساعدات اخرى، فالصين بتدعم طبعا اثيوبيا، روسيا لا. طب معلش يا معالي الوزير، يمكن انا يوم السبت اللي فات تشرفت باجراء حوار مع الدكتور محمد عبد العاطي. أيوة. وزير الموارد المائيه والري، وقال ان احنا يعني الحصه اللي احنا بناخدها دلوقتي من ميه النيل 55.5% 55.5 مليار متر مكعب. لا ده احنا لينا اكتر من طبعا
واحنا المفروض ان احنا نطالب بحصتنا. وقد ايه بينزل على الهضبه الاستوائيه والهضبه الاثيوبيه؟ حوالي 1000. طب ده بناء على ايه؟ لا حوالي 2000 مليار. بناء على ايه ان دي مش حصتنا يعني؟ او بمعنى اصح حصتنا يعني لينا قسمنا. هو فندم هي الحسبه بتحسب على اساس ايه؟ اساس الاحتياجات. يعني دوله زي اثيوبيا بينزل عليها هي على اساس الاحتياجات ولا الايراد؟ لا حسب الاحتياجات. يعني انت تاخد ميه زي بالظبط اللي بياكل وبعدين عنده مخبز يقول لك لا انا هاكل 10 ترغفه في الطاقه ما هي راح يموت. فانت النهارده عندك مطر 1000 مليار. طب ساعه تعمل ايه في ال1000 مليار؟ دوله زي مصر فيها 105 مليون عايشين على 55.5 مليار. ايوه ما هو بيقول لك انه الامطار دي بتنزل في ارضي انا. خلاص بينزل عليك 1000 مليار يقول لك 1000 مليار بتاعتي. بس انت بيجي لك جزء عن طريق النيل الازرق ليه نصيب فيها. طب يا عم انت بتاخد الميه وده اللي فاضل منك دي ميه الصرف. أيوة. زي الصرف الصحي. ما تنفقه اثيوبيا على الابقار اكبر من حسب مصر والسودان معا. في 100 مليون بقره وخلي بالك ده يتجدد دائما بيتباعوا. 100 مليون بقره بيستهلكوا ميه قد ايه؟ 87 مليار. اكتر مصر والسودان مع بعض. مصر والسودان اكبر من مصر والسودان والتبخر والفواقد. فالنقطه الحقيقه يعني باختصار من الاخر خالص هذا لا يعني الا الهيمنه على مصر وتحجيم مصر. جميل. طيب خليني قبل ما اروح للدكتور فخري في عندنا فاصل متهيألي فاصل قصير وهنرجع اكمل مع ضيوفي واروح للدكتور فخري فيه. هذا البرنامج برعاية برحب بحضراتكم مرة أخرى وبنواصل المشهد وقراءة في أهم حدثين حصلوا الأيام القليلة الماضية. حدث جنوح سفينة بنامية عملاقة ونجاح المصريين في تعويمها، والحدث الآخر يتعلق بسد النهضة وتصريحات القوية للرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة من على ضفاف قناة السويس. يمكن عايز أروح للدكتور فخري الفقي ومعالي الوزير محمد نصر الدين علام كان بيتكلم دلوقتي عن أطراف ساهمت مع إثيوبيا في بناء سد النهضة وأطراف مشاركة مع الإثيوبيين في هذا يعني في هذا البناء، منها البنك الدولي. ازاي آلية مشاركة البنك الدولي في مشاريع زي دي؟ بتتم ازاي؟ لا هو البنك الدولي ما شاركش. انا اسف. البنك الدولي بالظبط. لا الصين. الصين الصين الصين. لكن البنك الدولي ما دخلش. اي منشأ عليه خلاف دولي لا يمكن البنك الدولي يموله. لا حضرتك تفضلت انه البنك الدولي شارك في المفاوضات اللي كان فيها امريكا طرف، كان البنك الدولي والخزانه الامريكيه خزانه امريكيه ضغط على مصر. اكبر بيضم خبراء المياه طبعا. ده المقصود. طبعا ده المقصود. يعني هو البنك الدولي معني مش مشاركه دفع فلوس التنمويه في الدول الاعضاء خاصه الدول الناميه والدول اللي هي الفقيره في هذه الحاله. واثيوبيا دوله ضمن الدول الاعضاء في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ولذلك يحق ليها ان هي تحصل على موافقات ودعم بعض الدول الاخرى الاعضاء زي الصين وخلافه في هذه الحاله. يعني لما الرئيس عبد الفتاح السيسي بيتحدث عن في هذه المناسبه عمليه تعويم السفينه اللي هي ايفر جيفن العطاء بلا حدود بشكل احترافي، وده بيبين قد ايه اللي هو اداره الصراع. وده يمكن اللي خلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، واعتقد ده يعني تخميني، بانه اتكلم عن اداره الصراع فيما يتعلق بسد النهضه ويعني قطره المياه اللي مصر بالنسبه لمصر تعتبر خط احمر في هذه الحاله. وانه القضيه يعني اداره الصراع بمعنى انه هناك بدائل عديده في اطار التفاوض ايضا، هو اشار الى هذا. وانه يعني العداء للشعوب شكله بيبقى قبيح في هذه الحاله، وانه المساله على المجتمع الدولي ان يطلع بمسؤولياته فيما يتعلق بعدم الاستقرار في المنطقه، فيما لو حدث يعني لا قدر الله يعني تعدت الامور الخط الاحمر في هذه الحاله.
يعني مش عاوزين نذكر لفظ شيء فيما يتعلق بالحروب وخلافه ده، لا هذا يعني الخيار اعتقد في من وجهة نظري صعب لكل الدول في المنطقة انه يعني اي دولة تلجأ اليه، لكن البدائل عندي مصالح الدول الشقيقة والصديقة في هذه الحالة. انا عندي الدول يعني قدرت عن طريق ادارة صراع ما بين مصر وتركيا في ليبيا ودير بشكل احترافي طبعا، وصلنا لمرحلة وضعت خطوط حمراء نعم، ووصلنا الى ما وصلنا اليه ان في هناك اتجاه نحو الاستقرار في ليبيا وهذه هي الجارة الغربية لمصر. كذلك فيما يتعلق بالسودان برضو ده الفناء الخلفي لمصر في هذا، ولذلك قطر موضوع قطر اللي هي كانت يعني تغرد كده يعني بعيدة عن السرب العربي يعني قدرنا بشكل او باخر يعني عادت الى ايه عادت الى المجموعة العربية بشكل او باخر. اذا النهاردة في عمال النهاردة تحاول ان يعني تنعم المنطقة بقدر من الاستقرار، لكن المصالح مصر فيما يتعلق بالمياه ده مسألة زي ما اشار الرئيس بانه ده خط احمر. نعم هنا بنقول يعني لما بشوف يعني الفرحة بتاعتنا لما تم تعويم السفينة الجانحة في هذه الحالة وديرت باحترافية شديدة، تخيل كده فيما لو انه حدث انسداد لشريان من شرايين جسم العالم، قناة السويس دي تعتبر شريان في جسم من اهم الشرايين الموجوده رغم انه في الجسم 12% في جسم الاقتصاد العالمي يا فندم 12% من حجم التجاره العالميه، وعشان كده بقول تخيل انه السد هذا عمليه الانسداد جاءت من مدينه صغيره اللي بنسميها ايفر ايه ايفر جيفن اللي هو العطاء بلا حدود، وفي هذه الحاله انه هذه السفينه تخيل ليه بقول مدينه صغيره طولها 400 متر كومباوند العرض بتاعها ما يقرب من 60 متر ارتفاعها يا فندم 54 متر ارتفاعها 150 يعني كم دور يعني حوالي 50 دور عمارة من 50 دور تخيل هذا وكمان الحمولة بتاعتها واللي عليها ربع مليون طن ربع مليون طن يا فندم 200 دكتور فاكر خليني اروح يعني نرجع مصر اروح للدكتور اكرم لا انا عاوز بس اقول لك عشان ماذا لو انه عاوز اكمل الحته المهمه اتفضل يا فندم اصل دي اقتصاد بقى يا فندم ايوه اتفضل انتوا هنا في الجزء السياسي والمائي وخلافه ماذا لو انه طالت هذه لا قدر الله ان هي كانت استمرت لفتره اطول كان هيحصل ايه؟ تداعياتها على الاقتصاد تداعياتها على الاقتصاد العالمي خسائرها فادحه على الاقتصاد العالمي ولذلك كثير من الدول بادرت بانها تساعد في هذه الحاله. نمره واحد الاقتصاد العالمي في ظل جائحه فيروس كورونا ايه اللي حاصل؟ انه في هذه تم ضخ سيوله في اطار التيسير النقدي على مستوى دول اوروبا والولايات الولايات المتحده الامريكيه لوحديها ضخت 1.9 تريليون دولار دخل جسم الاقتصاد الامريكي، الدول الاوروبيه كذلك، فهناك سيوله كبيره جدا في جسم الاقتصاد العالمي لمسانده الدول في عمليه جائحه فيروس كورونا. لكن قدره الاقتصاد العالمي على انه ينتج سلع وخدمات وعمليه التجاره تنمو بالمعدل في هذه الحاله اللي يخلي انه هذه السيوله الضخمه جدا لا يقابلها نمو في المعروض من السنه هتؤدي الى تضخمات، هناك ضغوط تضخميه في الاقتصاد العالمي. وده الدليل ان الولايات المتحدة الامريكية يعني بنجد انها خوفا ان معدل التضخم يتعدى وهو اتعدى فعلا 2% بدأ الفيدرال ريزيرف بانك او البنك الفيدرالي الامريكي اللي هو البنك المركزي الامريكي اللي هم 12 بنك مركزي امريكي اهمهم الموجود في واشنطن، ففي هذه الحالة بدأ يفكر في رفع سعر الفائدة طبعا. معنى كتاب انظر بقى الى الايه السعر برميل بترول قبل الانسداد هذا الشريان اللي هو قناة السويس، ماذا لو انه استمر؟ سعر برميل بترول قبل هذا الانسداد وصل الى 60 دولار من 40 ل 60 من خلال الشهور اللي فاتت. عندما يعني حدث انسداد للمدخل الجنوبي لقناة السويس في هذه الحالة زاد بنسبة من 4 ل 6% صحيح يعني وصل الى 64 دولار.
لو استمر هذا ممكن يستمر. طب برميل البترول يشكل ايه؟ الطاقة للعالم. اذا تكلفة انتاج السلع والخدمات يحصل لها ايه؟ مزيد من ارتفاع السلع والخدمات نتيجة ارتفاع الطاقة. كمان لو استمر هذا الانسداد هتبدأ السفن تدور حول رأس الرجاء الصالح. تكلفة واستخدام وقود أعلى. تكلفة 50% زيادة في التكلفة يا فندم. ده بخلاف الأسبوعين رحلة أسبوعين زيادة. صحيح. وبالتالي لما تبص كده في هذه الحالة يبقى أسعار الطاقة هتزيد. أسعار النقلة هتزيد. النولون هيزيد في هذه الحالة. إذن مزيد من التضخم في ظل يعني هذه الجائحة طبعا ده يشكل يعني خطر بالنسبة لشعوب العالم في ظل هذه الجائحة. طبعا عندما يحدث هذا بنجد انه كل الدول وحتى صندوق النقد الدولي بدأ يتحدث فيما لو انه حدث هذا الانسداد لفترة طويلة. فالحمد لله الإدارة الاحترافية الإدارة المحترفة او الاحترافية لإدارة هذه الأزمة وانتهت خلال 6 أيام. ولذلك بقول ان ده معناه ايه لما تبص سيادتك. انا لاول مرة اكتشف ان قناة السويس بتاعتنا دي يعني ده هبة من ربنا سبحانه وتعالى. ليه؟ لانه الطلب عليها لان احنا بدأت احس انها ان احنا مش مقيمينها بقيمتها الحقيقية. ليه؟ لانه عندك 422 سفينة منتظرة. ده اللي هو الطلب يعني طول وعدوا كلهم. ما هو عدوا لا يعني ان في طلب ضخم. اذا 422 منتظرة المرور في قناة. اذا هناك تأكيد من قبل المجتمع الدولي ان مصر قادرة على انها تجتاز هذه اللي هو الازمة. القادرة مش بالنية. قادرة معناها بالمساعدة بالدعم. الكلام اللي نشيد الدولي الحقيقة أنا ده لا أؤمن بيه. أنا أحب إن العالم عمل إيه. صحيح. طيب. أنا بس عايز أروح للدكتور أكرم. النقل النهري في مصر كان حلم لم يتحقق لغاية دلوقتي في تقديري. إحنا عندنا حلم أكبر يخرج من مصر إن إحنا يبقى عندي من الإسكندرية عند طريق رشيد دمياط ورشيد وبننطلق الى حتى بحيره فيكتوريا. نعم. وده المشروع اللي اتكلمنا عليه مع الوزير. لكن من الناحيه الهندسيه والناحيه الفنيه شايف امكانيات النقل النهري. النهر ينقل بضاعه وتجاره مجموعه من دول الحوض الى الخارج ونخرجهم من كونهم دول حبيسه بلا مواني او بلا شطار. الحقيقه يمكن اللي حابب اشير عليه حضرتك ان هذا المثال وهذا يعني التوجه في غاية الأهمية. المصالح احنا عندنا الحقيقة بعد هام جدا وهو بعد الخاص بالدول الأفريقية. نهر النيل بيربطنا. النقل النهري هو أرخص وسيلة للنقل. أرخص من النقل البحري؟ طبعا طبعا. حجم المنقول بالنقل النهري قد إيه؟ مصر مثلا؟ للأسف هو في مصر هنا يعني احنا بنطمح ان هو يوصل حوالي 5% خلال الخطة الحالية يعني. ولكن هو الحقيقة اللي بيحصل يعني في النقل بصفة عامة في مصر دلوقتي هو استثمار في كافة وسائل النقل. احنا بنسميه نقل متعدد الوسائط. احنا المشهد ككل الصورة متكاملة. الطرق اللي بتتم شبكة الطرق الموجودة، السكك الحديد اللي موجودة واللي احنا بصددها، التطوير اللي بيحصل في المواني، المناطق الصناعية. احنا بنتكلم قناة السويس ليس فقط ممر ملاحي، بنتكلم على محور قناة السويس ومناطق صناعية ولوجستية وصناعات وفرص عمل. كل ده الحقيقة هيزود وربط هذا الكلام بالصعيد وبجنوب الوادي وبالسودان وبالمواني النهرية. احنا عندنا ما يطلق عليه الانلاند ووتر ويز او الممرات الملاحية. ده علم وموجود على مستوى العالم ودي وسيلة هامة جدا نقدر بيها نستفيد. الحقيقة النهاردة حضرتك يمكن كم يوم فاتوا دول أنا لمست بنفسي مدى الحب والدعم اللي إحنا مصر بناخده من جامعة الدول العربية. مش هتقول حضرتك إحنا يعني كجامعة الدول العربية وكأكاديمية عربية حجم الدعم اللي موجود معنويا من كل الدول لهذا الموقف. دعم لإحساس أن مصر دولة كبرى ودعم المصالح في الآخر. لأن يعني زي ما أشار الزملاء يعني كلهم قناة السويس تقف معناها التكلفة السلع اللي جاي لحضرتك في البيت هتزيد. مدى إمكانية استعداد نهر النيل
للقيام بدور شريان ملاحي دولي. جاهز طبعا الأغني جاهز، محتاج استثمار، الدراسات الهندسية موجودة، محتاج يعني خطوات من الناحية الهندسية يعني طبعًا. احنا ما فيش عندنا عقبات هندسية، هو طبعا في يعني هو في بعض تحديات لكن مش عقبات. لا طبعا ما في، احنا في الهندسة ما عندناش يعني حاجة مستحيلة، بدليل اللي حصل في صحيح. 5 أيام على فكرة صحيح. هو كله هندسة يعني في الخمس أيام دول طريق معادلات رياضية كلها طبعا صحيح. لو اختلت كانت المركبة حصلها مشكلة، حاجة بتتكلم على جبل، وبالتالي عندنا تحديات، لكن طبعا ده توجه، واعتقد يعني وزارة النقل واعتقد ده توجه كبير، مواني نهرية احنا عندنا وابتدينا نربط مع السودان، هيمتد الحقيقة ودول أفريقية لو عشان كده في الآخر الموضوع مصالح، احنا نملك أدوات كثيرة، ويمكن ده يعني احنا قررنا النهارده من الحديث الاعلامي واختيار التوقيت، يعني اختيار التوقيت النهارده واحنا في هذه الفرحه وفي هذه الروح المعنويه الكبيره، و100 مليون مصري النهارده على قلب رجل واحد، احنا كلنا احنا انا يعني الواحد كان بينام بالليل على اخر ويصحى الصبح على الفجر ايه اللي حصل ويحلم ونايم في النهارده والله النهارده فعلا حسينا نفس احساس بالظبط اللي حصل يوم افتتاح قناه جديده، احساس كلنا ان احنا ويمكن يعني احنا انت يعني دخلنا في سد النهره وكده، ما ننساش ان احنا النهارده نحتفل، انا النهارده اعتبر ده معجزه اللي تم النهارده في 5 سنين، ولا ابالغ اللي تم النهارده في 5 للعالم كله طبعا حقيقه، لانه وثقه كبيره. حضرتك انا عايزك بقى تلاحظ معدلات مرور السفن الفتره القادمه في كل 5 دقايق في مركب بالحد لا ده اللي كانوا واقفين، لكن بعد بقى ما نعدي بعد احنا المتوسط بتاعنا كان من 50 سفينه في اليوم، انا اتوقع ان خلال الفتره القادمه هذا المعدل هيزيد، ونسبه 10% دي هتزيد نتيجه الثقه الكبيره اللي احنا اللي اتاخد من كل الدول في الممر الملاحي. مش هقدر انسى ان الرئيس النهارده قال للفريق، قال كده قدام الناس قدام العالم، اي طلب هيطلبه الهيئه انا موافق عليه فورا، لو حاجه ضروريه فورا. وده درس المساعده الحقيقه بقى النهارده، ان احنا بنطور نفسنا وبنجيب معدات اكبر ونستعد، واداره الازمه دي يعني لها اثار ايجابيه كثيره جدا هتنعكس ايجابا على سد النهر. خلينا اتكلم يعني اخذ الخيط من دكتور اكرم في كلمته، حقيقه واستقرار الاوضاع يعني في الدول المجاوره لمصر الاشقاء طبعا. سواء يعني الجاره الغربيه ليبيا. او جارتنا في الجنوبيه اللي انا يعني مراتي عرفتها في السودان، انا عايش في السودان فتره، تلك ذكريات افضل في فتره في حياتي قضيتها في اطيب شعب السودان. انا بعتبر ان احنا شعب واحد في بلدين، تشعر ان انت في بلدك. بس انت بتشتغل في السودان ولا ايه يا دكتور؟ واكتر شعب كنا فرع جامعه القاهره فرع الخرطوم كنا بنروح هناك. شعب السودان بيحبنا جدا بالظبط، وما زلنا على اتصال بزملائنا في السودان الشقيق يعني. طيب، ويمكن من يعني المكاسب اللي حققتها القياده المصريه في الفتره الاخيره هو عوده العلاقات الطبيعيه بيننا ما بين السودان، وانا ما بقولش العلاقات الطبيعيه يعني سفارات وحاجات زي كده، لا ده تنسيق على اعلى مستوى بين القيادتين، تفهم كبير جدا للخطر المشترك المحدق بينا احنا كمصريين وكسودانيين في نفس الوقت. اتفضل يا فندم دكتور عمرو. الحقيقه السؤال بتاعكم على اساس اللي هي تطوير المسار الملاحي ما بين فيكتوريا والبحر المتوسط وطبعا ومصر كجزء منه، انا عايز اقول ده المثل الجيد المثل الجميل لكيفيه تعاون دول الحوض لخدمه الجميع، زي نهر الدانوب بالظبط زي الاوروبيين، سواء من الناحيه البيئيه او من ناحيه ملاحيه او حتى ممكن يبقى توليد الكهرباء في بعض البساقط. ده مشروع الحقيقه رائع، ولو انت خدت معاه كمان ان فيكتوريا ليك او بحيره فيكتوريا بتخدم الدول وقع عليها ملاحه ونقل، يعني مصدر النقل الرئيسي بحيره فيكتوريا، رغم ان النقل برضو مش على المستوى العالي ده، يبقى هب، يبقى بالظبط هب كده. وبعدين الدول الداخليه زي ما الدكتور عمرو قال اللي هي رواندا وبروندي، فهتبقى عاليه جدا هنا على البحر الاحمر سواء عن طريق كينيا او تنزانيا وشمالا الى البحر المتوسط. واحنا برضو من هنا من هذا المنبر يا دكتور حضرتك برضو انت لك يعني سمعتك الدوليه في هذا الاطار، بقول للدول الافريقيه بروندي واوغندا ورواندا مصلحتكم فين؟ يعني احنا بنقول بنعمل مشروعات الكل يستفيد بما فيها اثيوبيا واريتريا وجنوب السودان، بس هم حريصين على فكره، وحصل في دراسه جدوى لهذا المسار، هيبقى في اعمال هندسيه كبيره
والحقيقه هيبقى في تجاره بينيه عاليه جدا بمشاركه اثيوبيا. لا اثيوبيا، اثيوبيا مسار اخر. لا يعني انا قصدي كل الاعمال، كل المشروعات التنمويه مدعوه ليها. طبعا اثيوبيا طبعا طبعا، وهي دوله حديثه كمان، وفي في حديث من يومين على اتحاد مع اريتريا مره اخرى. هنرجع لك بعد فاصل عمرو اعتقد. فاصل احنا هم بيقولوا لك انت على الفاصل، بيقول لي انا قصدي ما بقولكش انت عشان كده انت مستلزم. خلاص بلاش، بس هو راجل ما بيأثرش يعني. لا مش على انت فاصل. لا مش هلن ليه ما اكمل مع الدكتور على طول. لا فاصل عشان الاعلانات. فاصل فاصل قصير ونرجع نكمل مع حضرتك. محدش هيقدر ياخد نقطة مية من مصر، واللي عايز يجرب يجرب. هي كلمة فصل قالت كل شيء ووضعت النقاط على الحروف. مصر الزمان والمكان والإنسان، سفينة لا تجنح مهما اشتدت الرياح والعواصف. رسائل واضحة وضوح الشمس في صفحة القناة. وكما كانت الكلمة حاسمة كان اختيار المكان حكيماً. فقناة السويس قبل 150 عاماً غيرت خارطة الأرض وأعادت صياغة علاقاتها. دائماً ما كان القناة رمزيتها، وعلى مسرحها كم دارت أحداث فارقة. فماؤها امتزج بدماء من حفروها، ورملها احتوى أجساد الشهداء بعد أن طارت أرواحهم إلى عليين. تقول الوثائق والمراجع التاريخية إن ربع سكان مصر خرجوا في خمسينيات القرن الماضي، تاركين منازلهم فارغة من أنفاسهم ليصبحوا فؤوساً ومعاولة، أو قل حروفاً وسطوراً في ملحمة الحفر الأول. هذه وثيقة تضم أسماء أبناء المنوفية المشاركين في حفر القناة. الوثيقة حفظت لهم الحقوق والصقوق، لكنها لم توضح من منهم عادت أنفاسه لبيته القديم، ومن ذابت ملامحه في رمال القناة قبل أن يغمرها اختلاط ماء البحرين. وهذه متعلقات شاب عشريني جاء إلى ضفة القناة في أكتوبر عام 1973، تاركاً الأهل في الشرقية يجهزون لفرحه القريب، العروس وبيت العرس، الأهل والمدعوون وحتى ساحة الفرح. كل شيء صار جاهزاً، لكن العريس تأخر بعض الشيء. لقد عاد في أكتوبر 2015 ملابسه وحديدة هويته وبعض عظامه لتزفه مصر كلها شهيداً قديماً جديداً لأعراس السماء. متمسكين بالتبة، متمسكين بالأرض عشان خاطر زمايلنا الشهداء ما نسيبهمش ولا أي مصاب هنسيبه. وأما هذه فكلمات من تحت القصف في العريش يزأر بها أحد مواليد أكتوبر عام 1978 في يوليو عام 2017، فيقول بجسده وأجساد زملائه ليس منسيا من يقدم روحه مهرا، فمن يطلب الحسناء لم يغلها المهر. وهكذا في كل حقبة يقول القدر كلمته، من لحظة الحفر الأول للحظة بيان التأميم المشفر، للحظة بيان العبور الواثق، للحظة إشارة بدء الحفر الأحدث والعبور إلى المستقبل. أيام تمر وشعب يضحي، وقناة تبقى آمنة تشير بعلامة السلام لعابريها، وتردد لهم بهدوء يشبه صوت موجها: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. برحب بحضراتكم من جديد في المشهد، ورجعنا لضيوفنا الأعزاء. غادرنا الدكتور أكرم سليمان عميد معهد تدريب المواني، كل الشكر والتقدير لمشاركته معنا. خلوني عايز أروح للست السفير هاني خلاف. ست السفير هاني خلاف، وإحنا بنتابع ردود الفعل الإثيوبية أو التحركات الإثيوبية، يعني امبارح مثلا الإثيوبيين كانوا بيجتمعوا مع المبعوث الأمريكي للسودان، وقالوا النهاردة أنهم بلغوا أن الملء هيبقى في يعني في موعده اللي هم حددوه. يعني طريقة إدارة الأزمة من الإثيوبيين شايفها إزاي؟ يعني هل هم بيعلوا السقف دايما علشان يكون في مساحة للتفاوض إذا ما جد جديد، ويعني دبلوماسيا شايفها إزاي؟ وأنا شايفهم زي اللي ماسكين حاجة على بعض الأطراف الدولية.
ويعني بالتعبير البلدي بالتعبير البلدي كده كأنهم عندهم شيء ضغطين بيه عليها. عشان كده أنا بفكر في إيه الاحتمال الآخر أن يدخل على الموضوع الطرف الروسي، وقد يظهر لنا ما يخفيه الزمن أو ما يخفيه يعني معلش أنا آسف بس يعني أنا الروس عارفهم كويس، يعني الروس الآن يتحدثون اللغة البراغماتية، يعني أين توجد المصالح هو ممكن يكون يعني موجود، يعني ليست روسيا كما كان في السابق في أيام العهد السوفيتي السابق، يعني فتغيرت الأحوال كثيرا ويتحدثون بلغة المصالح. طب احنا نفس المنطق بنسعى له لغة المصالح، فاحنا لو عرفنا نبيع موقفنا وطلباتنا لدى الجانب الروسي نسوقه يعني ونتفاوض معاهم نسوقه ونتفاوض معاهم، سيكون لديهم هم بعض المخارج المحتملة اللي ممكن يطرحوها علينا حتى يبقوا على أدائهم الموجود في إثيوبيا وعلى مصالحهم القائمة في إثيوبيا مع إقناع المسؤولين الإثيوبيين بالاستحقاق المصري. ده وجهة نظري، إنما احنا ما حاولناهاش خالص. لا حاولنا لا مع الروس لا. رئيس وأبي أحمد كانوا موجودين في موسكو وعرض عليهم أن روسيا تقوم بالوساطة ورفضت من قبل أبي أحمد وهو في موسكو. أعتقد كانوا في سوتشي أعتقد. في سوتشي. ده من سبتمبر اللي فات؟ لا في 2019 ولا 2019 في أول 2019. لا أنا لا في القمة الأفريقية في القمة الروسية الأفريقية. صح. كانت في سوتشي. ده يبقى تطور مهم وبيستبعد. لا الروس عايزين يدخلوا على على خط وما زالوا من اجل المصلحه لهم في ايه؟ في انهم يخدمونا في لا التواجد التواجد كوسطاء بغير يعني نتائج يعني. واحنا معلش يا سعاده السفير معلش يا معالي الوزير، واحنا ليه نعول على اخرين؟ احنا بنشرح فكرتنا للاخرين موقفنا للاخرين وبنعمل تركيم دولي تراكم للموقف بتاعنا عشان يبقى فيه عندي حشد عالمي يعرف قضيتي عشان لما اخد اي اكشن يبقى انا مسوق الفكره من الاول. بس هو فندم يعني خريطه السودان التوصيه بتاعتها ولقيتها مصر فيها هدفها منع أو أو, 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 او او عدم التعجل في الوصول للحل المواجهه. احنا عايزين نجيب المجتمع الدولي عشان يحكم القانون والمنطق ما بيننا وبينهم. رفضوه كمان. ده رفضينه. عشان كده الرئيس النهارده اتكلم بقى عن وسائل اخرى. فاحنا عايزين ناخد بالنا تماما ان هذه اثيوبيا لن تنصاع بسهوله. الوسائل الاخرى معالي الوزير تقصد ليس لديها استخدام ما تخص يعني جهد عملياتي ميداني. طيب انا دوله فقيره يعني هتخسر ايه يعني؟ خلوني اشوف قراءه الدكتور محمد عز العرب في هذا يعني العرب. شوف انا شايف حضرتك اللي احنا خدنا طريق من اوله وهنصير فيه لنهايته. اقول هو طريق التفاوض يعني منذ الاتفاق اعلان المبادئ اللي تم التوقيع عليه منذ حوالي 6 سنوات وقبليه بسنوات، وان هذا هو النهج السائد بالنسبه لمصر سواء فيما يتعلق بالتاكيد على حق اثيوبيا في التنميه، على حقها في انشاء السد، وان مصر بتتكلم على المصالح المتبادله المنافع المتعدده الاطراف المشروعات المشتركه. لكن النهج الاثيوبي قائم حول محاوله كسب الوقت، محاوله الاطاله. النقطة اللي هي بتحاول يعني تضع النقاط على الحروف اللي شوية الخطاب الرئاسي ما كانش بيتكلم عليها بنفس اللهجة والكلمات والألفاظ اللي أشار إليها الدكتور عبد المنعم سعيد اللي هي ما بتبقى من انصار جديد بشكل محدد. أنا أعتقد أن دي ربما بتعكس أن في خيارات أخرى، لأن الطرف الآخر أما بيلاقيك ما عندكش مواقف غير اللي انت بتتكلم على التفاوض بيستضعفك بيطمع فيك بدرجة كبيرة. النقطة البالغة الأهمية ان الجانب المصري طبعا احنا يعني الطرف السوداني كان في فترة كان شوية الموقف يعني في بعض الأحيان
كان يميل إلى الجانب الأثيوبي، ثم أخذ موقف متوازن ما بين الطرفين، ثم انحاز لنامصالحه بالظبط. هو كان الاول واقف تماما جانب الاثيوبي بالظبط، يعني ضد مصالح المصريه، وبالتالي هو كان السودان بتدافع عن نفسها وتاثيرات وانا اقدر اقول السودان الاخواني والسودان الوطني دلوقتي ولا ما اقدرش اقول كده؟ يعني السودان دلوقتي السودان الوطني، السودان دلوقتي السودان اللي بيحكمه السودان. زمان كان بيحكم السودان فصيل اخواني. اقدر اقول هذا الكلام عشان افسر ليه السودان كان بيتصرف بهذا الشكل الارعن مع صالحه، ورط النخبه الحاكمه دلوقتي في السودان ورطت فيما فعله البشير. وعايز اقول لحضرتك على حاجه يا استاذ نشأت، ان مصر في طول فتره حكم البشير ما كانتش ما بتتخذ الموقف اللي بيشير الى ان هذا النظام بيعبر عن فصيل بعين، صحيح، بدعوى لان مصر بتحترم عدم التدخل في الشؤون الداخليه بدرجه اساسيه. رغم والاشاره حضرتك قلتها، النهج المصري اللي عايز يعني توضحه للعالم، مصر تتجه الى تصفير مشكلتها مع كل الدول، صحيح، مع كل الدول، ولا تتخذ اي موقف. يعني حتى الرئيس مفيش تصعيد خالص، صحيح. يعني انه حتى مشاكلنا مع الدول الاخرى مش احنا السبب فيها، هم السبب فيها. يعني هو احنا رحنا لتركيا قلنا لهم يا سواء تركيا ولا قطر ولا اثيوبيا. واللي عايز اقول لحضرتك ان حتى التحالفات الـ يعني احنا ما دخلناش في تحالفات مناهضه لغيرنا بقدر ما هي كان تملي تحركات الجانب المصري رد فعل لتحركات مناوئه وليس مبادرات منا. مصر ومن مصر اليونان قبرص، مصر الاردن العراق، مصر السودان، يعني بالظبط. يعني واللي عايز اقوله لحضرتك، انا عجبني اشاره حضرتك فيها فكره عدم التعويل على الاخرين. يعني حتى هقولها بصراحه، حتى الدول التي تصنف بانها في فتره حليفه او شقيقه لا يمكن التعويل عليها طوال الوقت. في يا استاذ نشأت حاجه اسمها مصالح ناقصه. يعني انت بتيجي حتى لو عندك مصالح مع الصين لكن في اختلافات معاها في نهج، في تباينات، في تباينات، صحيح. فإذ بقى على كل دول العالم سواء قوة دولية أو قوة إقليمية أو دول عربية شقيقة، فإحنا نركز على البعد الداخلي بتاعنا، بنركز على تقوية مؤسسات الدولة استقرار بتاعتنا. استقرار النهاردة، الاستقرار، الاستقرار أهم شيء، الاستقرار. قال لو مستقرين كله هيتحل طبعا، لأن أصل لو ما فيش استقرار، يعني دولة غير مستقرة هتبقى أولا مستباحة، الجيش بتاعها يعني هنا يعني يمكن إحنا التعبير الخاص بالجيش الوطني القومي، شوف حال أوضاع الجيوش اللي شهدت دولها صراعات داخلية عاملة إزاي، شوف سوريا، شوف العراق، شوف اليمن، الباسورد للحكاية هو الجيش. الجديد بالنسبة لمصر حالة رأس المال السياسي ما بين القيادة السياسية وما بين قوى المجتمع، اللي بتعكس ان في فترات ازمات معينة، شوف وسائل التواصل الاجتماعي اللي بيحاول البعض ان هو يصورها اللي هي مناوئة للدولة، شوف في لحظات معينة بيبقى رد فعل القطاع الرئيسي او التيار الرئيسي من الرأي العام بيبقى عامل ازاي، صحيح. وبالتالي الرسالة الاساسية، مصر بتعتمد على نفسها، على مؤسساتها، على توجهات والنسق الحاكم للنخبة الحاكمة وفي القلب منها سيادة الرئيس، لأن مصر لا يمكن في أي لحظة تحت أي مبرر تضحي بأي قطرة مياه مثلما كانت لا تضحي بأي قطرة دماء. عاوز أكمل كلمة صغيرة. طب بس معلش أنا مضطر أطلع فاصل وبعدين حضرتك تكمل براحتك خالص. فاصل قصير ونعود إلى متابعة المشهد. ورجعنا لكم من جديد، ولم يتبقى لنا وقت طويل مع ضيوفنا اللي مشرفنا طبعا في هذه الحلقة الاستثنائية من المشهد. يمكن لو رحت لسعادة السفير هاني خلاف، واحنا شفنا كيف أدارت مؤسسات الدولة أزمة السفينة الجانحة، ما هي الدروس المستفادة من هذه الأزمة؟ أول درس هي فكرة التكامل وتعدد وتنوع المؤسسات الوطنية العاملة في مواجهة في معالجة الأزمة.
وتقاسم الأدوار بينها بطريقة يعني ذكية ودقيقة. ويبدو أنهم انتبهوا جدا إلى التوجيه اللي ظهر في الـ في الـ في التغريدة الأولى للسيد الرئيس اللي أفصح فيها عن أهمية أن الجميع يعمل وراء هيئة قناة السويس والجميع يقوم بأدواره على نحو منسجم مع بعضه. ولا شك أن وزارات زي الدفاع، الداخلية، مصلحة الدفاع المدني، وزارة البيئة، وزارة الزراعة من خلال مصلحة الطب البيطري كان لها أدوار في معالجة أو الكشف عن بعض الماشية اللي بتحملها إحدى السفن المنتظرة على مدخل القناة. وده كان أحد أسباب تقدير اللي ظهر فيما بعد من جانب ملاك هذه السفينة بالذات للدور الإيجابي والعملي اللي قامت بيه وزارة الزراعة من خلال مصلحة الطب البيطري. أنا طبعا شفت النهاردة رد فعل أيضا من جانب مالك السفينة الشركة البنامية، وأعتقد أنه كان في تقدير مهم قوي القيادة التي قامت بإدارة عملية الإنقاذ. كان المتحدث باسم البنتاغون امبارح كان بيتكلم برضو بيشيد بالجهود المصرية كتير كتير يعني من الأطراف الأجنبية، ويتوقع أن يكون هناك أيضا يعني أطراف أخرى تفصح عن هذا في المراحل القادمة. أقدر أعلق على حاجة حقيقة، وفي حاجتين مهمين قوي، وبالذات الواحد عشان مربي جامعي وأستاذ جامعي، حاجة كلنا شعرنا بيها، الفخر. الفخر بإيه؟ بمصريتنا احنا. الحقيقة في عندنا يعني عدم إحساس متكامل بعظمة الدولة التي ننتمي إليها. أعظم تاريخ في الإنسانية مش حاسين بيه. البني آدم المصري ونجاحه في إدارة هذه الأزمة عبارة عن مين؟ مهندسين مصريين بس زي الفل، علم وأخلاق وتكريس جهود 24 ساعة في اليوم. لازم نعتز بكده يا جماعة، لازم نحس إن المهندس المصري عمل اللي ما يقدرش يعمله بره. ده فيما يتعلق ب يعني الإنسان المصري اللي احنا نربي عليه يعني. اتفرج بإيه يا فندم؟ يعني ده فيما يتعلق بأزمة السفينة دي ونجاحنا فيه. فيما يتعلق بسد النهضة وما يعني أعلنه الرئيس اليوم، ما المطلوب مننا احنا كمواطنين؟ الحقيقة إن إحنا شايفين الدولة ماشية في هذه الأمور على مراحل، وماشية بعقلانية جامدة، وبتصريحات الحقيقة خطيرة. يعني اللي أنا عايز أقوله مثلا التصريح النهاردة الرئيس ده هيتحلل على مدى أسابيع وهنعرف إيه معناها وإيه رصدها. اللي أنا عايز أقوله الحقيقة إن الدولة وبقيادتها السياسية الرشيدة بتدي إعلام للخارج وللداخل إنها لن تفرط في نقطة مية بأي شكل من الأشكال. إحنا بقى كشعب نعمل إيه؟ أول حاجة الحقيقة نثق في الدولة. الدولة خايفة علينا كلنا. الدولة أي موجود كبير جدا عشان تحقق ما قالته، وفي نفس الوقت إن الشعب كله يصطف وراء الدولة. ما نخليش حد يسيبنا، ما حدش حد يدينا أحلام. أخطر نقطة يا معلوم يعني ان الدوله كلها تقف على قلب راجل واحد. وعايز اطمن الناس، ودول الحقيقه بقى دي عن علم يعني ومعرفه شخصيه، عندنا فريق مصري تفاوضي لا يقول عليه. يعني خلال ال 40 سنه اللي فاتوا لم تنجب مصر مثل ما انجبت من هؤلاء المفاوضين، ليس فقط من علم وحب واخلاص وتفاني في سبيل هذه الدوله. فاحنا نقف مع مفاوضينا، نقف مع ممثلين الدولة بتوعنا، نقف مع رئيسنا وقيادتنا السياسية. ده أهم حاجة تحتاجه الدولة في الوقت الحالي. صحيح. الشعب المصري النهاردة أثبت عظمته، مش بس عشان قناة السويس، بص على وسائل التواصل الاجتماعي، شوف التجاوب بتاع الشعب مع قيادته وفرحته الحقيقية والصادقة. حاجة في منتهى الجمال يعني. فإحنا الشعب المصري شعب عظيم. صحيح. شعب حضارة. صحيح. وهو ده الخوف على فكرة. صحيح. من الشعب المصري. شعب مصر بيتعمل له ألف حساب، وكل ما يحدث حولنا، وده اللي أنا بقوله الحقيقة، ده كله لتحجيم مصر. قيادتنا لن تسمح بذلك. إحنا المفروض بقى نساعد مين؟ قيادتنا اللي هنتسمح، وكلنا جنود مصر إن شاء الله. صحيح. دكتور محمد، في نفس السياق وبنفس النسق، الاستقرار.
الرئيس النهارده اكد عليه، قال وهو بيستعرض ملامح الجمهوريه الجديده من خلال ارقام ودلتا جديده ومشروعات تنمويه، تطوير الريف وتطوير الريف، كل ما ذكره السيد الرئيس كان بيعول وبيشترط شرط وحيد، هو الاستقرار والتوحد الوطني خلف الدولة المصرية. زي ما قال مع الوزير انه لو لم يكن هناك فوضى من 10 سنين ما كانش احتفل الاثيوبيين يوم 2 ابريل بتدشين سد النهضة. شوف لازم نرجع في الاشباك نشوف ما جرى في 2011 اللي هو كان اكبر مما نرى، ونشوف وضعنا في 2021 عامل ازاي. يعني دولة منهكة، محاولات مستباحة طبعا ما فيش شك، لان اثيوبيا كانت حتى من قبل 2010 لم كانت تكن تجرؤ على القيام بذلك. سد النهضه ده جنين وضع في رحم الدوله المصريه في 2011 اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي، لان هي كانت متصوره ان هذه الاوضاع ستدوم لفترات طويله بناء على من تصور انه مش يستولى على السلطه في مصر، يغير هويه مصر خلال الفتره الكئيبه اللي من منتصف من يناير 2011 لحد ثورة 30 يونيو. فأول حاجة إن الدولة اللي كانت موجودة أو شبه الدولة بتاع بين الرئيس خلال تلك الفترة اللي كانت ضعيفة اللي كانت مستباحة غير الدولة القوية المسلحة بجيش قوي بشرطة قوية، بالأهم من وجهة نظري تماسك القوى المجتمعية وسقطها في قيادتها السياسية. الجزء البالغ الأهمية إن خيارات الدولة المصرية هي خيارات عديدة في التعامل مع أي تهديدات تواجه هذا الوطن. النقطة الثالثة وهي مرتبطة ب الرهان على إن الموقف السياسي التفاوضي الذي كانت تتبعه مصر على مدى سنوات منذ مرحلة ما قبل إعلان المبادئ سوف يكون لديه حدود ووفق توقيتات معينة. إذا تم المساس بقطرة دم قطرة ماء مصرية سوف يكون للقيادة المصرية رأي آخر بما يؤدي إلى الحفاظ على مصالح هذه الدولة ومصالح هذا الشعب. أخيرا دكتور فخري تعليقك. أنا أول حاجة سريعا طبعا استقرار الأوضاع في ليبيا وفي السودان ومع الأشقاء العرب بصفة عامة وصلابة الاقتصاد المصري وقطعنا شوط كبير جدا في البنية التحتية بتاعتنا وأيضا مؤسساتنا أصبحت قادرة أنها يعني تقود عملية التنمية في فترة جدا، بالإضافة إلى اللي هو المبادرة الخاصة بتنمية الريف المصري، كل شعب مصر متطلع لهذا يعني وعايز يشوف مستوى معيشته يبقى أفضل وأفضل يوم بعد يوم. لكن في نفس الوقت برضو إن إحنا لا يجب أن نعول كثيرا على الدول الكبرى المؤثرة. ما ننساش إنه إحنا في ظل فيروس كورونا، لسه إحنا في فيروس كورونا صحيح، وكتير من الدول منشغلة بما يحدث لديها ولشعوبها، ده لدرجة إنه دونالد ترامب خسر من ضمن العوامل اللي ادت الى خسارته في الانتخابات سوء ادارته لازمه فيروس كورونا وتداعياتها السلبيه. ولذلك هتجد الدول المؤثره الدول الكبيره هتجد ان هي منشغله بقضيه الفيروس كورونا في هذه الحاله. ولذلك بقول انه يبقى نعتمد على انفسنا بالخيارات المتاحه لدينا وانه يعني المصالح هي التي تحكم، وفي نهايه الامر لابد ان يكون سياسه النفس الطويل في هذه الحاله. نعم، يمكن خير ختام يا مشهد. خير ختام انه انا متفائل جدا ان شاء الله، واعتقد انه الخبرات والاراء والاساتذه الموجودين ضيوفنا النهارده اللي مشرفينا، اعتقد ان مصر ولاده يا عمرو. والله انا كل ما أغوص في أعماق المجتمع أتأكد إن إحنا دولة كبيرة بجد طبعاً. كبيرة، وفكرة تحجيم مصر أو عدم الرغبة من القوى الإقليمية وبعض القوى الإقليمية والقوى الدولية إن مصر ما تكبرش إلى حدود معينة غير قابلة للغرق، لكنها ليست كبيرة أو ليست ضخمة أو مؤثرة. اللي إحنا ماشيين فيه والرئيس قاله النهاردة وأكده إن إحنا ماشيين بصمت دون ضجيج دون ضوضاء
لكن مركزين وعندنا صبر وعارفين احنا رايحين فين. شكرا جزيلا لحضراتكم الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الري والموارد المائيه الاسبق. شكرا للوزير سعاده السفير هاني خلاف مساعد وزير الخارجيه الاسبق للشؤون العربيه. شكرا جزيلا يا فندم. الدكتور فخري الفقي الخبير الاقتصادي ورئيس لجنه الخطه والموازنه بمجلس النواب. شكرا جزيلا لحضوركم. سعيد بوجودي معكم. وطبعا الدكتور محمد عز العرب صديقنا العزيز ورئيس وحده الدراسات العربيه والاقليميه بمركز الاهرام للدراسات. شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك. مشاهدينا الكرام يعني نرجو أن نكون قد قدمنا صورة للمشهد المصري في أيام كانت صعبة لكنها ولله الحمد انتهت نهاية سعيدة كما يقال. شكرا جزيلا لحضراتكم. هذا هو عمرو عبد الحميد ونشأة الديهي يحييكم ونلتقي ربما يعني في وقت إن شاء الله يبقى دوري إن شاء الله. بإذن الله. شكرا. تصبحوا على خير.